Massive. مشاهدينا مساء الخير، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامج جوسيب. وبرنامج جوسيب دائما يوسف وزلال. مساء الخير. مساء النور. وسارة عزمي مساء الخير. خير. نبدا بسارة. سارة عزمي مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. كل شيء وهداك. الحمد لله. كدير مع رمضان؟ الحمد لله. صافا. سارة البلجي اخيرا. وكي جا سارة ما تكذبوش عليا. انا يعني مرة ماتشي تقريبا. لا فريمون لا نتوما اللي حببتوني هادشي، ولكن انا فرحانه. ما كنلبس البلدي الريشه ديالك لقات واحد الاعجاب كبير من عند المتابعين تاع برنامج جوسيب. ايوا راه مشات ريشه اليوم، انا جيتهم في قرطاس نتفوني ريشه. المره الجايه غنجيب قرن. شكون اللي تبلك الريشه؟ صيام. واش غدير؟ صبر صبر، تفاصل قرب يا رمضان يسالي. ما بقى لي والو، هادشي 25. نبداو اول حاجه نشوفوها هي السمع. في هذه الحلقه غادي نشوفوا الراي فريق جوسيب على المسلسل المغربي جوج وجوه، وغنتكلموا على الخلاف اللي وقع بين دنيا بوتازوت وحسن الفد، وغادي نشوفوا كذلك شنو المشكل اللي وقع في العائله الملكيه البريطانيه، والاعلاميه بسمه وهبه كتحرج الفنان المصري سعد الصغير في برنامجها العرافه، والسبب غتكتشفوه معنا في هذه الحلقه. خليكم معنا وما تزفيوش. ونبداو باول فقره واللي هي اش طارت. خلال شهر رمضان اول حاجه كنبداو بها في كل حلقه ديال جوسيب كنهضروا على البرامج الرمضانيه بروغراماسيون ديال رمضان. الحمد لله تقدمنا في الحلقات، باسكو الحلقه اللي فاتت تاع جوسيب كنا شفنا غير شي جوج حلقات من كل عام. دابا الحمد لله خدينا الوقت باش نشوفوا، واعطينا لكل ذي حق حقه، وافونسينا في بزاف ديال الاعمال الفنيه، منهم بيان سور واحد ثلاثة أربعة الأعمال اللي كيهضروا عليهم الناس بزاف في مواقع التواصل الاجتماعي. الله جوجوجو كيهضروا عليه الناس بزاف. وي دار النساء، جيب داركم، دار عزة، اي بيان سور لو سيت كوم موستاش ديال حسن الفت، و لا كاميرا كاشي ديال مراد العشابي ما دارش داك النجاح اللي كنا متوقعين. دايوغ ما كتلقاش لي بارطاجي لها بزاف في مواقع التواصل الاجتماعي، ما كتلقاش في انستغرام وفيسبوك بزاف كيبارطاجو، كونتريرمون العام اللي فات كانت ان بو بلو بارطاجي. وإلا كان يدلوا على شيء يدلوا على ان الناس ما بقاوش باغيين كاميرا كاشي، ما بقاوش باغيين هادشي ديال ديغيزمون، ما بقاوش باغيين لي زارتيست كما قلنا الحلقه اللي فاتت دير كاميرا كاشي الارتيست رفض من عند فوالا تكونسوم لو كونسيبت نبقاو في المسلسلات. يوسف لو غوتور ديالك انا بقيت مخلص وفي لجوج مسلسلات اللي انا متبعهم اللي هما جوج وجوه و بالقصور. بالنسبه للمسلسلات المغربيه هذوما جوج مسلسلات شويه لقيت ان كاين واحد بديت كنحس بشويه الفيد في السيناريو، ما عرفتش علاش. لو جو ديال لي كوميدي ما عندي ما نقول، شهادتي فيه مجروحه كامل، لي كاستينغ سون جوست بارفي سواء في هذا المسلسل او لا في المسلسل الثاني، مي كنلقى بحال كنلقى كلك فايف سيناريو ماشي فاين. كنا تسمحوا لي نعطي الراي ديالي مثلا في جوجو باغ اكزومبل، كتجينا قصه ماشي واقعيه. دابا واحد كيسعى باسكو لو سوجي برينسيبال ابارون هو السعاده، ياك متفقين؟ واحد كيسعى ميم طون داك الراجل اللي كيسعى رجل اعمال وعنده مشروع ديالو، عنده الفيلا وعنده عائله ولدو اركيتيكت الى اخره في نفس المدينه. هذا الشيء امتى كيمشي يبات في الدار ديال الناس اللي كيسعاو؟ امتى كيمشي يبات في دارو؟ امتى كيمشي البروجي ديالو؟ امتى كيمشي يوقف يسعى درهم؟ شوف تلقى كيف ما يمكنش سواء انت هكا سواء انت هكا. نورمالمون انت خدمتك السعايا نورمالمون اوموا مراتك ولادك في خبارهم، حيت غيتلاقاو معاك فشي زنقه في راكازا واخا تجي كبيره البارازا غيتلاقاو معاك الناس العائله. كيف ما يمكنش كدير هادشي كله عائلتك ما عارفينش، كتمشي تبات مع دوك اللي كيطلبوا في واحد الدار اولا واحد الدار مهجوره، مراتك ما عارفاكش فين، ولادك ما عارفينكش فين، البنت اللي الدور تاع دور ديال الدري او ما عرفوش بلي بنتها من الصوت ديالها متخفي انا دري، وانت واحد ما عرف بلي راه دري، او الناس اللي اون كونتاكت معاهم ما عارفينش بلي دري. كتجيني هاد القصه اللي خديتها في الواقع ما يمكنش
كاينين ديزاين كوينز بتقولي دار الفلوس بالسعايا ولا دار الفلوس لانه هو مازال ما عرفناش مازال ما عرفناش حتى وصلنا في الحلقه التاسعه ضروري حلقه درت اخويا نعم راه تزلت عاد الحلقه دابا ورا بقى خير الله راه بقى 21 حلقه دونك الا نتمنى تكون الحبكه ديال السيناريو واعره لدرجه انه يكون واحد ابهار خطير من بعد وتقلب داك الشيء وتجي الانتخاب غيكون انقلاب وحنا كنبقاو اوبتيميست دونك تولي كنغنحلموش انا ان بروجي مازال ما سالاش فكنت واش غنتفرج في 20 حلقه باش الله يعجبني المسلسل خاصو يعجبني في الاول اختي عاجب الناس من لا ما كنهضرش عن الناس عاجبينه الناس عاجبهم المسلسل الناس عندهم غير هاد المسلسلات يشوفوهم لا الناس عندهم قنوات وحدين اخرين بلا ما نسميهم عندهم كيشوفوهم ايه دونك مادام الناس اذا انسيست ان هاد البرودوي زوين دونك الناس عاجبهم ابري يفو سافوار اون شوز ان الناس ملي كيبغيو لاكتور الناس ملي كيبغيو لاكتور مثلا الناس كيموتوا على عزيز داداس على دنيا بوطازوت على سحر صديقي على مجدول ادريسي هذا مجدول ادريسي على الكاستين كلهم وين زاد كل واحد عنده بيبليك ديالو وبيبليك كبير دونك هاد الناس كيموتوا على هاد لي زاكتور طونسيون الناس راه كيردوا البال للديتاي لواحد الدرجه ما كتصورش على البال مي الناس تيلمون محتاجين انه لجينا ندوي بصراحه الموضوع جديد انه كيدوي على السعايه موضوع جديد اي سي اون تري بون شوز لان كنشوف انا كنقول يمكن انا كنقول انه سي اتيدي لان باش دوي على السعايه في هذا الوقت اللي الضربه داك تنقها ولي كيتحيدوا الجرادي ولي كيديروا لي تخام وكدير هذه وكدير هذه وكتقابل الشخص ودوي على هذه حتى في نفس الوقت حيت غتنوض حمله كبيره ورا نايضه الحمله على الناس السعايه نايضه انا جاني ما كيدويش على السعايه والله دابا تشبه بلوس ما كاينش السيناريو فيه الناس اللي لاباس عليهم فيه الناس اللي كيتحابوا فيه هاجي فيه واحد باغي ينتقم فيه واحد مرا تضغط حركه فين هي انا بغيت نعيش بحال مثلا ملي المصريين اونكور فوا داروا سجن النساء او سجن النساء كان على الحبس طرح المشكل هذيك بوكو دو ديتاي لا ما كاينش داك الديتاي ديال السعايه ديال شحال دخل المشاكل اللي يقدر يطيح فيهم واحد كيسعى شنو يقدر يوقع الانسان جا شحال دخل باش دا السول قال لها شحال دخل 30 قال لها فلان فلاني وانت معاش من بوند ولا معاش من بوند لقطه في الحلقه راه باقي 21 حلقه ولا عباد الله باقي 21 حلقه مسلسل على السعايه لا مسلسل ماشي كله غيكون ما غيديروش 30 حلقه كيدوي على لله يا محسنين سي امبوسيبل حيت انا خصهم يعمروها باش تجي 30 حلقه غنديروها هي كان في مشان محمد الخامس شويه السعايه مشات الحسن الثاني شويه هي طلعت نو دونك انا جو فوا انا ندوي على داك لو سوجي و ابري غادي بدات طولوا فيه بالنسبه ليك انت طولوا في جبدوا شويه كاين جباد انا كاين غير جباد ديجا واحد اللقطه بينو ان دنيا بوطازوت غتاخذ واحد البنت غتربيها صام مع الفلو كنت بغات تربيها ولا نسيتي شويه جات ما قالت لها كيها خديها واحد بحال غير هذاك غير ما نزاد في السيناريو باسكو ما شناش نمول انتيغي وي قالوا انا الدريس راه كيتكراو قولوا صافي واش متيني مي عطاو لواحد داك الوقت داك بغات تربي البنت وبغات البنت وداك الشيء وفي الاخر عطاتها اون دو سكوند زعما جي با كومبري انا بو مو سي طوال ديال لو سيناريو المهم نبي عطي فرصه عطي فرصه للسيناريو ولكن الا سمحتوا التدخل ديالي انا غيكون ما يكونش شي تكنيك بحالكم حتى انا تفرجت التلفازه وقلتها لكم في اول رمضان انا حاضر لي ريزو سوسيو يعني كنشوف شنو واقع في لي ريزو سوسيو الهضره الناس على هذا الشيء على هذا واخا ما تفرجش كنشوف لقطات ديال ريزو سوسيو كاينين الناس كيشوفوهم هذا هو لو ديفو ديالي بالنسبه لهذا مي بوتيتغ سي ماشي ان افونتاج اوسي حيت كي اللي كيتفرج التلفازه ما كيمشيش لي ريزو سوسيو وزيد وزيد دونك كل مسلسل خرج الا وكيعطي اون رياكسيون كاينين دي رياكسيون جوجو جو بونس با كاين رياكسيون بارابور للسيكتور ديال او الظاهره ديال الطلبه باسكو ما كايناش شي جوستمون شي جمعيه او شي سيكتور اللي غادي يخرج مي بارابور المسلسل الاخرين بحال مثلا كاين مسلسل اللي دو على الاساتذه كاين مسلسل اللي خرج على دار العجزه كندوي على هذا فهمتي هادو غنهضروا عليه توتالور انا ما عرفتش مغربي جاني غير ملاحظه باغي دراما فيها شويه الضحك يفا ميلونج il veut pas un drame 100% moi ben riche tu as fait à 100% il veut bras drama fait chez acteur ou les juges اللي غادي ي vont غادي فهمتي غيعطيو شويه ديال الضحك بحال داداس جوستمون بحال مجدولين بحال هذا بيان سور مجدولين لي اكسيلونت في الدراما خطيره جدا je pense هادشي اللي بغاو هادشي اللي فهمت من لي كومونتير اللي كنشوف تدخلات لي لايف لو جو جو تروف تري بيان Le jeu, ils sont très bien. Mais je ne sais pas si je suis d'accord avec toi. La cohérence.
لا كويرونس لو سوجي لو ديتاي لو ديتاي ما كاينش كتعطيني واحد عطيني واحد ديتاي اللي يكون كونفينكون بغيت نتاكد بان انا هذاك داداس بغيت نتخيلو في الواقع الواقع فريمون استوار فري غنبقى نقول ما يمكنش حيت هادي وراه ما يمكنش حيت هكا هنا كيبان لك لو بروبليم مش ديزولي ديال لو سيناريو ممكن دي بيتي ديتاي في السيناريو مي اون جينيرال غنرجع ملي انا كنشوف لي كومونتير ديال الناس كنشوف الناس عاجبهم بزاف الناس عاجبهم مسلسل واحد الدرجه ما كتصورش على البال جو تروف كو فيه حتى لو جو انا بعدا كنشوف انه كاين واحد لو جو ديال كاين دي تاكو تاك ما كاينش الخوا مثلا في الديالوج كتحس انه كاين ديالوج فري كل واحد داخل في بيرسوناج ديالو فري من الكوستيم من الديتاي من الضربه دا كيفاش صوروها لي غاغ زوينين كيف قلتي كاين دي تروك كوميك زوينين فريمون كي سون بيان حتى حتى لي كوميديان اللي ما باغينش يضحكوا مي دايرين دير ان تروك تو فوا لاعبين واحد لو راويه كانت زوينه بزاف نو انا جابت شي كود غول علاش ما كنشوفوش طريق البخاري بزاف في المسلسل راه كسيد حيد سنانو على قبل المسلسل جو سي با يمكن غيعاود رجع سي سكو جاتون باسكو جو سو انكور سور ما فان بور طريق البخاري باسكو جاتوندي كو كان عنده واحد لابارسيون تري فورت وكان واعر طريق البخاري بلا فهاد الشيء هاد لي سيكونس لي شفنا بيتيت كاينه شي حاجه جو باسكو فو دوني جو فو لو فوغ ان بو بلوس باتول تال باتول اللي هضرنا على اور هذا سي اللي هي بنت فاهم هي بنت ولا جو بونس كو ما شفناش بزاف مي جو بونس كاينه شي حاجه جايه من بعد جو بونس كو فو دوني لا شانس لهاد اكزاكتومون جو جو كوتي سيناريو كيف قلتي ملهوفة باغا تعرفي شنو غيوقع شنو هذا بغيت كي بيان ديجا راه وصل لواحد وصل حتى التساؤل فهمتي سمحوا لي راه غادي ندور شويه البارابول شويه حيدوا البارابول حيدوا البارابول باقي عندي البارابول اللي غندور شويه جهه ليجيبت مسلسل تاع سلات رحيم كتقارني لا 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 فريمون كنكون كنتفرج وكنقول شي سنه داخل مسلسل زعما غير دير ستريس باسكو كندير ستريس مع ما عرفتش الخلعه ديال تيلمون داك الشيء بوز فوالا لو روغار هذاك لي زيكسبرسيون دو فيزاج التتابع تاع الاحداث كنقرا سي فريمون انا في الخلعه ابخي تنقول لا داخل مسلسل تيلمون ليستوار اللي تري بيان فيت سي سامبل الدراما المصريه كتسالي حلقه كتنعس قبل ما كتنعس كتفكر كزوميري غدا ما عرفتش غيديروا كتعيش مع الابطال بحال كتقرا شي كتاب سي فري مي الدراما المصريه سي اوتر شوز دونك حنا بلا ما ندخلوا في مقارنات مع دوك الناس لان مهربين هنا بسنوات ضوئيه انا كنت في مصر في 2008 مشيت لمدينه الانتاج مدينه الانتاج عندهم سي سامبل واخا ما كاين لا فيلم لا والو ما كيصوروش مثلا ما كاينش تورناج كاينه بلاصه ديال الصعيد كتلقى مراه لابسه حوايج الصعيد وعندها بقره وعندها حمار وغازين حاطين تبن محطوطه تما 24 24 24 طول الطون كتمشي لجهه وحده اخرى فين كيصور زعما البحر ديال اسكندريه جايبه البحر صغير بالمواج قبل حنا ما كنا عندنا بيسين بليفار كنلعبوا في 2008 وكتلقاي بحر ديال اسكندريه صغيره ودايرين لي بون صغيرين ودايرين الاهرامات صغيرين نو نو سي تو بلاي شركات الانتاج هما اذا انفيتيس هما عندهم ممثلين كاين جو هما عندنا هادشي بور زاد تايوس مي بور لا بور لا بور لا فيلمولوجي ولا بور لي فيلم ديال ليترونجي عندنا تيم واحد لا تيم واحد عندنا هما ورزازات هو الصحراء هو المهم هذاك الشيء تيم هما عندهم دي تيم في بلادهم وماشي لا برودكسيون اترونجير ديالهم هما كيصوروا في هما داك الشيء كيما سادير باغ اكزومبل انت في القاهره وبغيتي تصور الصعيد كتصور الصعيد وانت في القاهره بلا ما ديبلاصا كون تي ساجي دو لا تيلي ابري السينما كيمشيو لبلايص بلايصهم دونك حنا كنقول ديجا انه وصلنا لمرحله اننا كنديروا مثلا اربعه خمسه لي برودوي في رمضان ويا بوكو دو كونكورونس واحد كيقول لك لا سير تفرج دار النصارى واعر باي ذا واي انا ما شفتش دار النصارى متفرجش انا مازال ما شفتوش كيقول لك واعر شو كيجي واحد اخر كيقول لك لا واحد المسلسل بنات الحديد راه واعر دونك ديجا ملي كتكون واحد شويه لا كونكورونس راه حنا كنا كنديروا مسلسل واحد ربعات لي سيتكم حامضين ماشي حتى واحد اسمح لي كدوي على رمضان ما كدويش على ايام كنا كنديروا في رمضان واعر كنا كنديروا دوير الزمان واعر حيت كنا صغار كيجينا واعر لا لا دوير الزمان دوزو دابا باقي واعر
ديال عبد القادر مطار. شوفي كاينين شي كاينين شوفي كانوا مخرجين وكانوا كتب سيناريو في المغرب ديال الله يرحمه. هذوك عمر ما بغا يتعوضوا هذوك عمر ما بغا يتعوضوا بحال جيتي كدوي لي على احمد زكي في مصر كدوي لي على فريد شوقي. هما راه مش عندهم احمد زكي جا محمد رمضان دي ما عندهم ماشي لا لا ولكن عمر محمد رمضان ما غيبلاصي احمد زكي جامي هو يا بالي داك لو كاليبر وي ال اس اي دونك هو جوميا ديال ماشي شي جوميا وي مي سيفطا شي شوفي بحال قلتي لي طيب صديقي غيجي شحال غيعاود طيب صديقي مع احترامي للممثلين ديال الكره الارضيه طيب صديقي داز واحد في التاريخ وما عمر غيتعاود بحال غتقولي شحال غيجي غيعاود توريا جبر الله يرحمها اولا سعاد صابر اولا امينه رشيد اولا البسطاوي الله يرحمه اولا عبد القادر مطهر ما كاينش كاينين دي جون كيلعبوا واعرين كاينين سي فري كاين انا من الشارع هذيك جديده باتون جو تو جور حتى جاتني بحال واحد البوفي دغ شحال بان جوج شاف جوج بلاش اللي قالت لا جو سي ولكن كنتسنى ولكن لو جو سي فري انا نقول لك لو جو ديالها انا شفتها جوج سا با دير خمس شي رول دان لون دونك جي في ان نوفو فيزاج ا بتيت سي فري سي فري ما عنديش لاش جديد السينما اون بلوس وجه هذا السينما جي في ان نوفو فيزاج وعجبني دونك دوكو انا اللي ما كنتفرجش بزاف التلفازه وعجبني سكو فريمون كاينين دي زاكتور وكاينين دي نوفو كاينين جداد طلع لي هاد لا جينيراسيون طلع لي جينيراسيون يتعاشروا مع لا جينيراسيون القديمه اللي عندهم بزاف تما ديكسبيريونس وبزاف ديال الحوايج اللي هما زوينين افيت كيك شوز شي حاجه جديده انا ما فهمتش فهمتيني ولا نقول ليها قول ليها انا عندي مشكله برزتكم انا عندي مشكله برزتكم كله نقدر بون غنقول اجتهادات بون لي زاكتور واعرين كاين شي شويه مشاكل في السيناريو ما تنساش باسكو كاين بوكو دو تروك طابو ما نقدرش نديرو فيهم بزاف د الحوايج غير كيخافوا ديالنا حنا فهمتي ما كيخافوا على هادو ها كيخافوا راه ما كاين والو هما خايفين بوحدهم فهمتي دونك ديكو دي سوجي اللي عادي اللي يقدر اي واحد يتريتيهم هما كيخافوا ما كيتريتيهمش دونك سا جو كومبرون انا اللي كضحكني وضيق انت غتكون لاحظتها باسكو انت زرقاء اليمامة لو رول ديال مساعدات البيوت اه علاش ملي كيديروا لوغو علاش نعمل لا بس دي كليشي دازت فليفله وحده في التاريخ هي زهر سليمان اللي طول عمرها تا امل اطرش امل اطرش وامل اطرش صافي من وراء هاد الناس هادوك راه كان عندهم ان كاركتر هما جابوه ديالهم فقط ما تقولش الناس كلشي نعمل لا كيبركو انا بعدا الدار ما كتبغينا نعمل لا سيدي كليشي جا اوف دو سا المقادير ديال سيدكم شنو هما راجل ما بسيت كوف مسلسل انا شفت لوغو ديال مساعده سبيس مسلسل وصلت لكم زوينه عرفت قاعده تاع سيدكم راجل زواني ياك مراته سيده اعمال سيده صالونات جينيرالمون كيديروا لا بيروك كيديروا لا بيروك وكتشرب جي دورونج مع الصباح وكتشرب اتاي لونتي ديبريس كتضرب دواء باش ناس الالوان كتلبس لي فيستي من الالوان ياك وطوال ديال الحديد مساعده بيت فهاد الهضره بزاف كنت نعمل وباغا تجوج بشي واحد يا في لونطوراج يا جارديني يا شيفور يا توجور لا ميم شوز ياك كيقول ديما عندهم بنت وولد توجور فليسيتكم لو شوا دي روا عمرهم ما عندهم جوج بنات ما عمرهم ما عندهم ولادهم ما كيفطروش واحد فيهم ما عادش شكي فيه واش ولد ولا لا ما كيفطروش مع الصباح كيقول لها كتقول لي نو بابا ميرسي كدير واحد الكرواسه كبيره ديال لابخوت كيجيب كرواسه كبيره ديال الذهب حتى هي ناريش درنا ناريش درنا عصير ديال الليمون عصير ديال الليمون اندستريال ماشي طبيعي لا 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 تيكون ليموني مشقشق واخا حتى بلاسمون بلاسمون دو برودوي بيان سور اندستريال خاصها بلاسمون دو برودوي لا ميم با كيقولوا كيجيبوه في الكاس وفي لي فيغ ا بيي مع الصباح ولا طياخ بريق فهمتي هما وعرفتي هادي خدمت شكون هما نكالزا عرفتي خدمت شكون الاكسسواريست لا ديريكسيون ارتستيك اون ديريكسيون عندي اللي غادي يجي لا الاكسسواريست مالو لان اللي كاتب السيناريو اولا المخرج ما شافوش هاد لو ميليو لي ريش كيفاش كيفطروا كيفاش كيعيشوا هما بالنسبه ليهم اتخو ريش يشرب كرواسه وجي دورونج مع الصباح وسالت لا ريش شي ريش كيضربوا مسمى بالخليع الصباح بيان سور والمرقه تنهنا لي ريش ديال بصح والمحراش جو تو جور لي زانغريديون ديال سيت كوم خاص يكون مثل فيه مغني اللي غايدير جينيري في جينيري فوالا وغير جينيري كل ما نتفرج انت ملي ما كيلقى ما يدير ملي كيكون دابا لو فيد كيبدا يغني بحال دابا هو قاعد في الدار بوحدو غير شي دقيق تو دان كنت كيجبد عود وكيبدا يدندن داك الشيء ها ها كيخرج كذا وكيكبلها بالتصفاق والصغار تو البنادر صافي ملي كيتلفو وغدا خاص يكون شي واحد كيدير بلاكسو مراكشيه
Les ingrédients. في الدار مضمة كتبقى تدور به فوالا مع الصباح على الريق ما عرفتش انا امتى كنت مسد مضمة راه سهلة جدون سهلة سهلة كملي عجباتني عجباتني ممكن كيفقوا مع الصباح ضربة مضمة حتى لهنا كنت قلت صباح الخير سيدي الحاج وطالو كدير قراب قراب وداير عليه ماش هادو هما الثراء اللي ما فهمتش حاجة أخرى ما عرفتش غادي نضحهم كيدوب بعض المرات كيدوب بوحدهم واش فهمتي بغيت نقول صافي عندو تياتر داكشي راه ماشي مسرح هذا بعد مرات كدور كتقول والله الا كنت باغا نقولها لي ساعه ما كنتش تقول وحده كتخلي تياتر مونو اه سي ولكن انا كتجيني انا في خبط سا مي شوك في التلفازه ولا في ان سيت كوم ولا في ان سيري سا مي شوك كتشوكيني العيبه كتجيني في واحد لاسين في جوج جوج واش فهمتي عبد الله جيدان والله كيدير مع ولدو فكرتيني بجوج جوج سين كيجي عبد الله جيدان وكاين ولدو هذا كيشوف الشرجم وكيدوي هذا كيشوف الشرجم وكيدوي اه ما بغي عطيه الدار لا كيشوف دابا دابا شرجم حدا شرجم الدار عندها جوج شراجم هذا كيشوف شرجم وهذا كيشوف شرجم كيدوي مع بعضيات تيقول لي غتعاوني في هذه المهمه تيقول لي نعاونك في المهمه ماشي اونفاس مع بعضيات هذا ملي كيسوا ما غندوي وانا كنشوف شرجم شوفوا شفت الكرت المهم هذا في دار النقد المضحك انا في دار الفكاهه عندك شي حاجه اخرى شكون عجبكم لي زانغريد عندك شي غريد اخرى نزيدوه انا باغي فاليش كدير السياره اللي كتكون كتسنى في الباب هادشي الا كدوي عليك على المسلسل لكن على سيت كوم لو سيت كوم على السيت كوم سيت كوم والو سيت كوم ديما حاطين براد وصينيه وكاين شي بحال كوكب شي عصير مي حنا راه في بلاد العصير العصير موجود زعما راه ماجيش حنا من شي بلاد اخرى اللي ما عندهمش العصير ديما تيكونوا كيشطحوا شي غنيو مع داك المغني اللي يمثل معاهم ديما كيشطحوا فيه ديما كيشطحوا الممثل كيشطحوا ما كاينش شي جينيريك اوتر كو سا ديما هما كيشطحوا هادي من لحيتو كيلقم ليه واحد جايب المغني وراه خاصو نغوطو خاصو امورتيزي هذا فيغ هادي بارك علينا صافي والبلاسمون دو برودوي هذا دابا الحمد لله زيرا يوسف عمرو والبلاسمون دو برودوي راه كدير على الكاميرا كلوز اب على البرودوي زعما داكشي ديال ها هو شوفوا شوفوا واش فيكم كومبروند عاوتاني ان بلاصه لا لا سا دوي سوتي لا البلاصه دو برودوي كاين شي حاجه غير كاع المصريين كيديروها مع دوله غتشوف كدير فهمتي صافي سي بون كدير كرق كيديروها كيديروها ولكن ماشي بزاف ماشي كزومي عليه ماشي عرفت ماشي مثلا غتبدا تعجني خبزه خاص تكون سوبتي وانا مخلي العجانه وشاد لك على الديك وجوج اخرين كيدوي والكاميرا على الديك شوف المصريين كانت هذه المناضه كحله عرفتيها ساعه ساعه كيشربوها خاصنا ناتشورال ساعه كيشربوها فيها في هذيك الكانيطه ديال الصح سالينا ولكن مشيو كلوا فشي بلاصه حاطين في هذيك الكانيطه صافي وكيدوي والكانيطه باينه وكتكون لا ماركه ديالها معروفه ماشي اول مره غنشوفها في حياتي حنا راه ثلاث مرات بخودي كتشوفي فيه عاد كتشوفي كيدوز من لتحت على زاكتور راه خدام وعاد في الاشهار عاد في لابوز ديال الاشهار عاوتاني كتنسى بعدا شنو كنتي كتفرج كتشري بالهليك زي هليك كتقول تقول صافي غنشري اخويا غنعقل من عاد نتفرج تري بيان مكملين دابا ونشوفوا في اطار هاد المسلسلات هادي بعد هاد الدوق الخفيف الظريف اللي درنا خفيف كانت سالينا الحلقه خفيف ظريف فهاد الدوق خفيف ظريف وقع واحد المشكل ما بين جوج الفنانه كبار من عمالقه ديال الكوميديا في المغرب حسن الفد ودنيا بوطاطس حسن الفد كنا شناه داير المستاش دنيا بوطاطس دايره داريزا ودايره المستاش دايره جوج جوج اللي دايوغ عطينا دون عليه بزاف تيبيا افيجور كو لا سيري لي جون سانتيريس على سيل كيفاش بدات القصه؟ لا دنيا بوطاطس دايره دار نسا لا دايره داريزا داريزا كاين بزاف تاع الديور انا دابا حيت هذيك الدار كتسلكوا في السمين من دار لدار دار كاين داريزا كاين دار نسا اي اكزاكتومون داريزا شويه البيرسوناج كتقرب شويه من الشعيبيه اللي كانت في الكوب يمكن بغات دير ان بو بخي داك لو بيرسوناج شنو وقع سك ان كان شي حوار صحفي داروا حسن الفد وقال بلا دو على زعما واش ما نعادوش نشوفوا دو على النجاح اسكو النجاح ديال لا سيري ديال كبور وشعيبيه اولا الكوبل كان سيتي دو ا دنيا بوطاطس باسكو دوبي كو هي ما كايناش في داك لا كومبوزيسيون
ما كاينش داك لو ميم سوكسي تاع الكوبل فدوك لي قال لهم لا بلا لو سوكسي ديال الكوبل كان بلي كيبداو الخافاي ديالو بالكتابه ديالو بالاخراج بالديتاي داكشي كامل بليكيب اللي خدمت قبل المخرج ديالو بكلشي اي دوني بوتوز كانت ممثله اللي زعطاها واحد الدوره لعباتهم مزيان جوسكو تو فابيا من بعد غادي تجي بوتوز غادي دير جوجو و غتصور الترند ديالها بلا لا سيري ترند في ال سميتو غتحط هاد لا ستوري هاد نجاح النجاح يحكم يا عزيزي مقهور وغدا القاك في عقر دارك مقهور مقهور لو لقى ركبه تحدثت عني في كل مكان انا الوحيده اللي قلت لك لا لجبروتك فانا اسير وانت تعود ورائي ولن اعود فاكتفي بعبيدك الذين يطلبون لك ما انا اما انا فانا اعبد الواحد الاحد الذي لا يموت شغان نقول لك بايكوت سي دي حوايج كيوقعوا ما بين الناس كيوقعوا في جميع لي نيفو زعما في جميع الدول نعم ما خمسالينش توقع بيغ لا ما خمسالينش مازال ما ساليتش واخا حسن الفد كيجاوب انوت بنوتر ستوري صحتني صحفي على سبب توقف المشروع مع الممثله جاوبتها فين هو المشكل ما نسميوكش انت مقدسه في نزهه عن الذكر شحال من مره ذكرتي اسمي في حواراتك الموجهه ملي سولني شي صحفي غادي نجاوبو بكل مهنيه وامانه وحتى انت عطي رايك عطي روايتك بلا شخصه بلا ديك الحساسيه البلجيه مشكلتك الابديه هي النضج اما داك الطقوس ديالك ديال السبان والمعاطيه والغسول و تبداويت ما غاديش ندخل معاك فيها انا صايم اش بغيتينا نقولو جوج الناس داروا بالنسبه لي انا بصمه كبيره في الدراما المغربيه باقي ما سالينا دنيا بوطاج صافي اختي مسطي اختاري لي الفيكس نعيط لدنيا بوطاج انا والسيده جيبوا لي الفيكس راهي لا روني الفيكس دنيا بوطاج غتجاوب سطوري حسن الفت بدويه وافتخر السلم ديني ها 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 يمكن لي يتكلم دارت قهقهات ها جوج الناس جوج الاساتذه الكبار الفنانه دنيا بوطازوت والفنان حسن الفد اولا انا هاد جوج الناس كنموت عليهم وبالنسبه لي هاد مغاربه كيموتوا بصفه عام انت كمغربي انا كنبغي هاد جوج الناس من الكوميديا اللي داروا لونانيميتي في المغرب كامل سورتو ملي داروا الكوبل يمكن هو العمل الكوميدي اللي دار لينا لونانيميتي في المغرب كله اتفاق ومن برا المغرب من برا المغرب اكزاكتومون ما كاينش كنظن شي عائله اللي ما شافتوش ما عاود شافتو يعني داروا عمل جبار جدا وبيان سور كاينين هما وكاين ليكيب تكنيك موراهم وكاينين الناس كاينين ديال الديكور امير رواني لان كل لي ديتاي محبوك امير رواني خطير شوفي سد الفم لو ديتاي محبوك كيفاش الدقان في الباب كيفاش كتسمعي داك لاغيغ ديال الدجاج كيفاش تسبيح في لي الطاقيه ديال كبوك لا غيان عاديغ سي دوماج انه هذا الوقت ما بقاوش عاودوا يعني الامور ما غاداش في نصابها سي با غاف يوما ما غادي يرجعوا وكيبقاو ناس كبار قيمه وقامه ويمكن هذا الخلاف اللي بيناتهم انه يدير ان كونكورونس بيناتهم ان كل واحد يعاود يزيد يعطي اكثر وهذا الشيء اللي كاين شي سي سي كوم سا هذا الشيء اللي كيوقع في كاع لي دومين هذا الشيء كيوقع يعني كيكون واحد النجاح مع الاسف ما كيكملش عادي جدا ولكن خلاو بصمه كبيره انا كانوا كيفكروني في عزيز سعد الله يرحمه وخديجه اسد ملي كانوا كيديروا تي في 3 بيان سور انت غتربي السما بليكا وغتقولي هادشي ما عقلتش ليه وانا باقا صغيره اختي انا كبير الى الكاميرا انا كبير هاد البنت باقا صغيره حقي تقال صح كذبوا وان كذبوا انا وهاد السيده سدوا في الكوكوت وجابوا صفاره اه ودي يجيبوا اللحام ولصقوا الصفاره باش ما تتحركش وسدوا عليهم وخليهم معنا العظام ديال التمر ديال التمر والخميره ديال الحلوى وما طيبوش وخرجوا دايرين ها وما طيبوش دونك كانت جو بونس 80s الا ما خانتنيش الذاكره في 83 بين 83 و 85 انا تولدت 85 كيفاش غنعرف انايا واحد الحلقه 86 انا فريمون
زيدت 85 قبل الهجره. زيد هاد الناس كانوا داروا الله يرحمهم الله يرحمهم الله يرزقهم الجنه اللي روحي بالسلام. كانوا داروا واحد ليميسيون سميتها في طروه, كانوا كيدروا العالم بحال هي هو ديال حسن حسن. راه قمه الابداع. سي دوماج حيت ديك الساعه ما كانش هذا الشيء وكيتبارطاجي البارطاجي تو سا. سي دوماج ما نكرش انا تلفزيون غادي نرجع عرفتي قمه 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 الابداع. وما عمرني غنسى واحد لا سيكونس فيها عزيز سعد الله والحين زعما وهي باغا تاخذ من عنده اغنيه زعما سي دي تروك افوار تي في 3. شوفوا الله يعطيكم الصحه وترحموا لهاد الناس الله يرحمهم. واستاذ حسن الفد ولا دنيا بوطازوت الله يدير بيناتكم شي تاويل ديال الخير و... دوماج انا فاش في ستوري في الاول ما فهمتش في الاول ولكن بون ما غاديش ندوزو فيها بزاف الوقت. لاحظت واحد الحاجه هي انا فاش كيكون صراع ما بين جوج ديال الفنانه اللي خدموا اونصام مثلا او اللي يزون كارتوني داروا شي اكسبسيون ماستر بيس انكرويبل صعيب تعاود لا ماشي داكشي وتفرقوا alors que ربينا عليهم كبده كيس كي سباس alors تفرقوا بلا ما يعطيو دي بلا ما يعطيو علاش هاد لا كيسيون هادي باسكو كتلصق عند بوطازوت وكتلصق عند حسن الفد تاعها او اون فيرسيون فيما حسن الفد غيتعرض فشي بلاطو غيجبدوا ليه دنيا بوطازوت فيما دنيا بوطازوت تعرض فشي ايميسيون غادي الحلم ديال هذاك الانيماتور منشط الجورناليست كما سميه كما بغيتي اول حاجه غيقول لها الكوبل شنو وقع مع دنيا بوطازوت يبا فالور دوني اون فيرسيون علاش هو راه ماشي حزل في ودنيا ماشي اوبليجي يعطيو اون فيرسيون لا شغل حتى واحد مشغول حتى ولكن سي سا تيلمون كارتوني هاد لو ديو كو الناس كتلفازه او لي ميديا غادي يهضر لك على البروجي ديالك انت جيت دير لا بروموسيون ديالك ها ولكن غيسولوك عاوتاني هذا وغادي يضرك حتى الميديا كيبقاو يحكوا على الدبره يحكوا على الدبره مي بيان سور حتى هذاك تيتكلاط وي مي سي با اون غيزون انا كيقلبوا على البوز هذا الا مشى تحسن في الدواء على لا فيريتي وشنو وقع وي مي سي با اون غيزون باش يعطيو اون فيرسيون باسكو كل واحد فيهم غتكون عنده اون فيرسيون ديالو كيبغيو يجبدوا من عندك حتى فيرسيون وي مي لا تعطات لا فيرسيون ديالنا حنا عرفتي كي دايرين كيهزوا بداو يطرزوا الفيرسيون ديال فلان يزيدوا عليها والفيرسيون ديال فلان يزيدوا عليها وصافي وسي كوم سا كيتخيلوا اي حاجه قالها حسن الفد او دنيا بوطازوت واخا غير سوبتيمون واخا كلمه هذا تقدر ترجع ضده من عند الاخر خاصنا شي نديروا الخيط البيض ديال الخيط البيض ديال لي زارتيست لا لا دوك الخيوطه ديال المخصبوبينه وما تخيطيش بيناتهم جينا ولا دوك يدوها بالبرشمان لا لا واحد شاد من لهي واحد شاد من لهي كيضرب الله يدير تاويل ديال الخير بيناتهم كيبقاو الله يهديت الصحافه فقط قلبوا عليهم قلبوا عليهم اكزاكتلي جبنا حسن الفد الكوبلا داروا شحال هادي سبع سنين باش داروا ولا شحال غارقه مسكين علاش تحبوا تسولوا صافي تسولوا لحاجه اخرى دابا كيبقاو يني بشو حتى كيتقدر تسولوا حسن الفد على الباركور ديالو ديال السينما لان حسن الفد داير افلام خطيرين جدا واحد من العيوش مع امل عيوش مصر امراه مصر امراه وجبت خفت نغلط في العنوان دونك ما عنديش خمس بزاف مي شايف انا ربيع والاخرون ابدا اخر علي ربيع والاخرون ربيع والاخرون شوف يعني دوي مع السيد على هذا الشيء واش ما غديرش انتاجات سينمائيه واش ملي غادي مع دنيا بوطازوت ولا تجي لها ديال السينما بوغ سون بروبي فيلم بزاف بزاف البوز دابا سي اون ايتيكيت اللي لصقات ليهم دابا فاش كتسمع حسن الفد شنو كيطيح في راسك اوتوماتيكمون سون ريفليشيغ كوكوبل وي با جوستومون خاص دير شي حاجه اخرى من ورا الكوب اكزاكتومون خاص دير راه دار ولكن اي فو كي دون لي كونط خاص يعطي لي ميم شوز يقدر يكون في السينما جو سي با ولا مسلسل جو سي با انا كنقول ملي كتشوف مثلا قاد المالح دار افلام سينما ولعب دي رول كي نو غين افوغ مع داكشي كيقدم سوغ سان الافلام ديال قاد المالح ما عمرو ما عجبوني دار الافلام ديال قاد المالح ما عرفتش شفتو فيجيتيف ما عجبكش صافا لا ميلودي جو بون دو بونور تاعي ابتسام راه صعيبه صافا هو واعر بارابور اسكي في سوغ سين مستحيل ولا راه لعبه لعبش كوميك وي مي تنقول لك بارابور قاد المالح وي نو جو تروف كلا تري بيان جوي اور دو بري نو انا اور دو بري ما عجبنيش بتاتا سي شوا سي دي غو سي تان شوا ملي كتكونش لا سي تان شوا ملي ما تكونش عجبك حتى حاجه وتعجبك هادي مي ملي كتعجبك حتى حاجه دونك ان بروبليم سي لي زون شوا سي بلو شوا انا اصلا فيلم فرنساوي كيدو فيه بالفرنساويه
ديجا ما كاينش نو نو كاينين افلام فرنسويين زوينين نو 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 يا دي فيلم يا يا ذا بون فيلم فرونسي انا نقول انتوشاب انتوشاب بيانفينو شي ليشتي لو بيتي نيكولا جادور انا لو بيتي نيكولا كيسطيني بيانفينو شي ليشتي ولا انا كنت تخوف هذا درول كانت عزيزه عليا الدري اش قالت لك مالها جينيت كون قالت لك سي با درول جينيت كون ماشي تحفه في فرنسا تقول لهم وعند فرنساويين ماكرون كنت كتفرق لا 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 راه عند فرنساويين راه جينيت كون كانت عادي بزاف اه جينيت كون تيغي لي غمي انا ما عجبنيش اوكي عندك الحق شكرا لي زون شو شو واقع شو واقع في كازا اش واقع في كازا في رمضان By the way, tu es très chic. Merci beaucoup. Tu es très vous êtes belle. Tu es très chic. 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 Tu Tu sais que je trouve qu'elle a beaucoup d'humour. Ah. Mm-hmm. Donc, un des sitcoms. Non, mais chez sitcom, non, tu peux jouer. Non, tu peux jouer. Ah, ouais. Aslan Makadra m'a dit. Des sitcoms. Andy Makadra, c'est un sitcom. Andy Makadra, c'est un sitcom. Je dirais, on peut pas râler. Je m'en fais à casa. Hadli, ma sister Mdan, je m'en fais à casa, à votre avis. Je m'en fais. Je m'en fais à la face, je m'en fais à casa. ورجعنا معكم مشاهدينا والدار البيضاء كازابلانكا فهاد رمضان الناس كلهم اجمعوا البيضاويين كلهم اجمعوا على مشكل اللي كاين في الدار البيضاء هو ديال لومبوتياج الزحام ساعتين وحصل فيرو كدوي مي غصة عاود القصة كلها ونسيتي ساكن ومشيتي تقدر عاودي كل شيء عاودي تعرفي تعاود كونسيبت ديال عباد عاودي ديالك يلاه عاودي نسيت ساكي بحال كاع الناس لا ما كينساوش الناس ساكو انا نسيت ساكي غتنساي ساكك لا عندك ان ساك دو فواياج وهاز زباليزا وجا غتنساك بالك ومركبة بنتك في ظهرك غتنساي ساك تي عندك عا بنتك وساكك ونسيتي الساك دابا انا بغيت نسيت والله ما نسيتيش البنت قولي 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 شنو واقع والو كنت هازه ساكي وهذا لابس ديال بنتي وقالت لي بغيت نجبد نهزها حطيت ساكي باش نهزها وهزيت وخرجت بها وخليت ساكي فقات حاره تيتلا لا شنو شنو هذا لومبوتياج شنو العلاقه دارت لي كورس بلاتي مشى دارت لي كورس فتحني وصلت لاكاس لقات راسها ما عندهاش باش تخلص خلات لي كورس خرجت دارت داكشي ديال الدنيا بوطاطو خرجت للباركينغ طلبت 20 درهم باش نخلص الباركينغ الباركينغ بيون ما لقيتش باش نخلص عندي الساكي في لي سوبر مارشي الكبار خاصك لا سامول خاصك تخلص طلبت 20 درهم رديتي الناس فلوسهم مازال باقي ما مشيتش ما قلت لهم السلام عليكم سلفوني 20 درهم يا صحابه وسطيه دابا حتى ولي العار واه انتما انا كنت فرش في جوج وجوه تاثرت منه انتما نسيتوا العلاقه مع لومبوتياج غتسطيوني راه حنا جايين هو جاك في يلاه قول صافي كان خاصني نمشي نجيب ساكي باسكو صافي خرجت من تليبريت من الباركي طلبتي جيب ساكي 20 درهم طلبت 20 درهم طلبت خاصني نمشي نجيب ساكي كتستعملي بنتك بصحت كتدخل تقرا جوج مسكينه هي غاده صافي راك تقولها قولي ميرسي بوكو خدي 20 درهم تقولها قولي ميرسي بوكو خدي 20 درهم بغيت نمشي جي مي 2 اور مسافه شحال 10 كيلومتر مسافه بالنسبه للكازاويين من بو سيجور دو مارس من غانجيل دو مارس باردون جي مي 2 اور عندي اون بلوس صعيبه كنا كل فروج كنديروا فيه واحد لا مايان دو 15 مينوت وقعت لي انا مع مجهولي اي صحاب راسي غير انا بوحدي اللي عاش الاحساس لقيت بزاف ديال لي سوبور ميديا وبزاف ديال الناس في مواقع التواصل الاجتماعي كيعيشوا هذا المشكل وكيطالبوا بشي حوايج اللي هما جو تروف ليجيتيم خاص ان بون بارتي ديال الناس تعطيهم التري ترافاي هذا سي ان تري بون ايدي لا ما يمكنش ما يمكنش كثرنا ولا ما تكثروا الطوموبيلات ولا حنا ولينا بزاف ولا خرجي فوقت واحد شنو هاد الخوتينات ولا داك لا موطو الكتريك لا نو اش غتهز انا دابا هكا كدير لها درت انا بحال كي غادي تخرجي نتفضل ديري بنتك ساكا دو ظهر وزي ساكك سيرتو ساكك واحد المراه كنعرفها نسات ولدها في درب السلطان ويلي والله العظيم كانت خارجه مع شي اربعه شحال هادي في واحد خرجها واحد الا مخرجه مع شي اربعه ونسات واحد ولا ثلاثه نورمال ما درتش لابيل ما دبر حيت شحال هادي تبارك الله الناس كان عندها الخاطر كل ما تكون خمسه سته وكيخرجوا معاه دابا كتخرجي معاك ولد واحد ولا جوج كتوحلي
صافي كتحماقي. اه بزاف الناس كيطالبوا بان يديكراو شويه لي زوغيغ ما يبقاش بعدا نكونوا يدخل قد قد مع دابا تقدر مدان كلشي كيدخل في نفس الوقت كلشي كيخرج في نفس الوقت اتفق معايا يوسف؟ وي وي سي فري انا اشهد المعاناه الشخص صافي دابا 11 ايام وانت بيضاوي دابا اه دابا انا صافي انا بيضاوي هذه 10 ايام مرحبا بك الله يبارك فيك انا لومبوتيج ما كنعيشوش حيت انا فين ساكن سوبر مارشي كان في الدوره وكنطلع فهمت حيت فرض ديال سويرتي داك اللي كيضرب في السطل ها كندير فف فف كنطلع دغيا مي جو سي كي لومبوتيج كنت عشنا هاد الاكسبيريونس مع بجوني ادريسي واحد النهار خارجين نيت من السوبر مارشي ساعتين ونص باش وصلوا من كاليفورنيا لبولفار دونفا ساعتين ونص من كاليفورنيا الوغ كو ما بعدش ما عندك ما بعدش ما عندك كنتاش غدير سي فري كانت تيلي ترافاي كانت فكره زوينه بزاف دوك هضروا عليها الناس زعما في لي ريزو سوسيو بزاف قال لك ودي تيلي ترافاي مون با دو ريبونس ما كاين حتى شي حيت ما كاين حتى شي ريبونس دابا تعرس على رمضان كتشي ما تزوجنا في سيمانه زعما بوف باش دير قرار ديال تيلي ترافاي يبقى فلوس يوكاش هاد البوتياج كيكون على طول لا ماشي غير في رمضان لا في رمضان بزاف حيت الايامات الاخرى الناس كيما كان الحال ما كيدخلوش مع 8 قد كل شيء اللي كيدخل مع 8 مع 8 ونص مع 7 ونص كيدخل مع 9 كي كيمشي ل 10 الخدمه من رمضان خاص كل شيء يخرج مع 3 على قبل الفطور على قبل كيفو الناس ما كاينش داك اللي غادي يمشي لهنا المول هذا غيمشي لهاجي اللي كيخرج يتراسل لدارو ولكن سكي جينيال سي ان الناس لومبوتياج لا لا عندك لا 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 دات ما نقدرش نقولها حيت قديمه حتى الكورد هذا اللي اختار داك ديال الهلاكه ما اختاروش لهاد اختاروا على قبل الترخان شحال هادي كان كيدوز البهيم باش يخلع بهيمه كتبقى واقفه غير تاكل كدير لها واحد الصوت باش كتدوك كتزيد علاش تختار الكلاكسون في الاول ما كاينش شي حد اللي غادي يحبس الكلاكسون الهند دات واحد تحتو في هاد لا فيديو خطيره جدا وان كاين واحد الكونتاغ بوك كيبدا مثلا 30 29 28 باش يدوز الخضر مثلا كاين عندنا حنايا وي ولكن هما شنو اللي كلاكسونه كتزاد 10 سكوند بقيتي تم غتحبسي بالكلاكسون نقولك علاش باش يهبط الكونتاغ بوك يمشي واش انت وي مي انا هو تيغي يوصل 2 سكوند غيجي شي حدا طيط غطلع 10 سكوند هي ولا انا واقفه ما كلاكسونيتش انا مسكينه علاش يبقى يتزادني انا لا هكا داكشي علاش كنقول لك التربيه ديال لا كوميونيتي فيفر اون كوميونيتي وتحترم لوتر اللي حداك سي با دوني ا تو الموند وهاد بنادم بيان سور الطوموبيلات اللي كيوقفوا اللي كيهداو من الله كيوقفوا في الفيروج راه كيوقفوا ما كيهداوش الله راه كيزيدوا مال ماطر هادوك سون با كونسيرني فر كاين واحد الحاجه اخرى مهمه هي الدوزيام والثروازيام بوزيسيون قدام باتيسريات قدام باتيسريات والمدرسه المدرسه كنعيشوها بشحال هذوك في رمضان المدرسه اي باتيسري ثروازيام بوزيسيون هي بطل انت باغي تجيب طون انفون من المدرسه للعالم يوقف ثروازيام بوزيسيون ما كايناش كاع هاد الثلاثه راه كاينه بزاف ديال ديباناج كاين بزاف ديال لي ديباناج دابا بداو كيهزوا طوموبيلات لحتى كاينه خدمه زوينه والله العظيم شفتها بعينيا حدا واحد لاباتيسري معروفه ديال داكشي الاليبا كتبدا بالسين كتبدا بالسين عامس اي سا مارش دا البوليس كيجي كيهز ما كاينش طوموبيلتك ما غيتفكش معاك باسكو سي با بوسيبل دني دينا ها اور دو بوين بالنسبه لرمضان وانت عاد بان لك في باريزيان ولا عاد بان لك في ورا انت غتمشي لباريزيان غتمشي حتى لداركم وغتستاسونو تاخدي احسن واحد حداك اللي عنده غتمشي ليه على رجليك ما كيعجبنيش ديال هذيك الباتيسري اللي ما تستاسيونيش ثروازيام بوزيسيون لا لا فا شي ستاسيون تمشي ما كاينش فين ستاسيوني يوسف اجني هذا هو السيت كوم عجني لا خويا خليني نمشي لدارك باش الطاكسي نرجع فاجي على جنيك دير بتيت فول بارلون دو طاكسي وبارلون دو طوبيسات وبارلون دو مويان دو ترونسبور كلشي سمعنا القصه اللي وقعت في مصر ديال الحبيبه الشماع شنو وقع الحبيبه الشماع ولا كيسموها المصريين بزاف فتاه الشروق ولا فتاه اوبر حيت ما تقول اوبر على داك ديال اوبر اوبر فوالا ما تقول اوبر شنو وقع لهاد البنت هادي ركبت في خدات اوبر ركبت فيه باش توصل كلكو باغ حست بان دونجي شي خطر
فهذيك الركبه اللي ركبات في الاوبر وهي تحلبه ويتلح غتحلبه غتلح غادي تجي على راسها غتدخل اون غانيماسيون ومن بعد غتوفى. الاستوار شوكات بزاف ديال الناس. الشيفور ديال اوبر بيان سور جابوه استجوبوه قال لهم هو كان بغي غير شي بارفان وهي تحب غير باغيه تشري شي حاجه ودخلعات ونقزات. لا في احنا كنشوفوا التصويره ديالتها تري بيل في اون جون في باقا صغيره مرحبا زوينه وباقا صغيره. عائلة الشيفور قال كانوا كيتسناو غير زعما هي تنوض من فوالا تنوض من لاغيانيماسيون باش تبرؤوا فوالا باش تبرؤوا. مي مالوغوزمون توفات البنيته. شوف زعما تري تري بيل في اولا لا ما شاء الله الله يرحمها الله يرحمها كتابه. المشكل اللي كاين دابا هو باش غادي يحكموا على هذاك السيد اللي دابا المصير ديالو مجهول. سي بوغ سا اوجوردي في برنامج غوسيب بغينا نسالوا على لا سيكوريتي اللي كدير لهاد الناس. كلنا ساره يوسف واحد النهار خدينا شي موان دو ترونسبور من هادو لي زابليكاسيون اللي كاينين دابا انا ولكن ناخذ كنا كنسالوا لا سيكوريتي ديال الناس كيفاش كتضمن لهم الامان. باسكو ما تقولش لي حكا عندنا السميه ديال الشيفور ولا كنيتو باسكو لو وقعت لينا شي حاجه راه وقعات انا خاصك دير معايا شي حاجه باش ايفيتي ان توقع ليا ماشي لو وقعت ليا عاد تقول لي شكون هو هي واش غنديروا مشيو على رجلينا لا مي خاص هاد الشركه ديال هاد التطبيق هذا يامنوا شي سيكوريتي للناس اللي كيركبوا فيها. هما كيامنوا لك من واحد الناحيه انك عندك ان دير ان ديكلاراسيون ابري ملي كتوصل لا كورس اولا ملي كتكون في لا كورس اسكو سا سي بيان باسي واش طوموبيل نقيه واش لا كوندويت مزيانه كتنقط ليه ياك تو ياسا سور لو سيت. مي او دولا تاع شي يمكن لك دير لي انا ديجا بالنسبه لهاد الناس اللي ديجا في المغرب ما مقننينش هما فوالا جوستومون انا كنت غادي ديجا ما عندهم مشاكل مع مولي الطاكسيات راه يلا واحد شدو ديك النهار ديك دولي طوموبيل هو مع ان كليون تروماتيزات السيده مسكينه كلها مخلوعه دونك ديجا ما مقننينش في المغرب كي غديري ما عرفتش كاين واحد ليبوكريزي كاين واحد البارادوكس طارم في هاد الموضوع هذا دايوغ راه فايت دويت عليه راه كاينه في يوتيوب وكاين واحد المشكل كبير وان الفي تي سي في المغرب غير قانوني اوكي غير قانوني باش نقول لك و اون ميم طون المغرب او الامن او هذا عارفين كاينين لي في تي سي لي بوب ديال الفي تي سي في المغرب كيدوزو عندنا حنايا في لي ريزو سوسيو ديالنا كيطلع لك في يوتيوب كيطلع لك في فيسبوك في هذا في الميلينغ تاجر كاينه واحد الفيزيبيليتي كتبان يعني كاينه واحد الحريه كاينه واحد الثقه ديال الفي تي سي باش يبان دونك مي ما مقننش تاجر اش نقول لك كاين واحد المشكل كبير اي بيزار هو ان الطاكسي نقابات ديال الطاكسي نقابات محاربينهم دايوغ كاينين دي جروب واتساب كاينين هاك الناس ديال الطاكسيات ما حاربينهمش كيديروا كيبراكيو كتسمى كيبراكيو سي فغي كيجي كيبراكيك كيعيط البوليس البوليس كيجي كيدي السيد كيحيد لي البيرمي وكيحيد لي الطوموبيل بوندون اون لونغ بيريود قبل ما كيعيطوا البوليس كيديروا شرع ايديهم ها انا جايك لهضره انا جايك لهضره الا طرا شي مشكل الا طرا شي مشكل باش نرجعوا البنيته حتى هذا مشكل اخر البنيته مسكينه الا طرا مشكل في الفي تي سي هنا المغرب حيت تما هما عندهم اوبر قانوني شتي اللي عارفه انا اوبر عندهم قانون حيت كان عندنا اوبر حاربوا مشى اوبر عندهم قانوني خاصهم يشوفوا شنو واقع ما بين الغوفرنمون ايجيبسيان واوبر ويشوفوا الشراكه ويشوفوا التيرم دو كونترا اللي فيهم حيت ما يمكنش ما يكونش غتكون اون اسيورونس خارجه حيت قانوني تلقى كنتي هنا في المغرب من غير قانوني توقع لك شي حاجه ما تصوري حتى حاجه داك ما تصوري حتى حاجه من غير انا صار ما بغيتش نصور شي حاجه بغيت ما يوقعش ليا ما غيوقعش لي شوف شنو ما يوقعش ليك شي حاجه خايبه مع الشيفور شي حاجه خايبه مع الشيفور طرات معي مع الشيفور طرات مع مالين طاكسيات حضرنا بزاف ديال لي شوز ديال مالين طاكسيات ومنهم داير ديرنييرمون واحد مول طاكسي اللي حاول يغتصب واحد الدريه شوف مع مول طاكسي عنده بيرمي دو كونفيونس كاين بيرمي دو كونفيونس مول طاكسي عنده بيرمي دو كونفيونس هذا الا عطيتي الكلمه مثلا سبحان الله العظيم داكشي كنقول لك بارادوكس كاين غتصطا الا عطيتي الكلمه للشعب او الناس اللي كيستعملوا اللي عندهم لي نافيت وعندهم الكريج غايقول لك انا احسن ليا الفي تي سي بيان سور انا منهم ياك وي سي من علاش الوغ كو تو اي بلوس اون سيكوريتي مع مول طاكسي كو مع ان اترانجي الوغ كو هو وفين هو مول طاكسي لقيتو ها فوالا هو كاين مول طاكسي كيدير كاستي ها هو كاين كيدير كاستي كنت كنطلعو على المشكل ديال الطاكسيات كيديك فين بغا هو سي لا كاليتي
ديال السيرفيس با جوستومون دونك ما غاديش تكعالي على واحد السيد اللي الى غوندي سونس كيقول لا هو ديجا خدام عنده سالير اما قادوش هاد السالير سيدي باغي يمشي يخدم على راسو عنده طوموبيل خاص هاد الفي تي سي يتقنن انا تنقول بغيتو يتقنن باش نعرفو مع من طالعين نعرفو ان طراتينا شي حاجه كيفاش نديرو كاين لا تراسيبيليتي بون عندنا سميات وداكشي ولكن يموت شي حد الله يحفظ في الفي تي سي تقدر هاد الشركه تغبر مابقاش تشوف فيها لابليكاسيون اسمحي لي اسمحي لي صرا هو مقنن في مصر وشوف شنو وقع فيه ها شنو وقع فيه الدري يلا يهديها السيد باغي يدير ريحه اللي طاحت واش غيدير ليها لا لا سيتاناك شوف سيتا هذا ما تلاح تحس بالخاطر ديال بصح مني تحس لا طونسو كاينين الناس الزن الزنقه راه تكوني غاده على رجليك يقدر يدوز شي حد ويدير لك في ديك شي مصيبه ما بقاتش غير في البي تي سي راه في دارك انت قال تقدر علاش حنا ما نركبوش لك دوك لي بيتيت كاميرا سا كوت با تري شير اها وي لي في تي سي دايرين اون كونديسيون تكون عندك كاميرا خدامه هذا انت بالنسبه لي هو بعدا بور سا سيكوريتي اني ديجا كاين حتى يقدر يطلع مع شي ديغريسي يقدر يطلع معاه بنت شفاره يطلع معاه قتال يقدر شي حد يسرق ليه سافواتور علاش ما تكونش اون كونديسيون تكون مراقبه بحال انا ناخذ انا اموان دو ترونسبور سيكوريزي ولي كاميرا سا كوت ريان تكون دابا راه ولا كلشي اي سوبرمي لي كاميرا لا في الدور لا في قدام المحلات هوزمون لي كاميرا ولاو بارتو دابا اي سي تري بيان مي ميم لا بوليس ميم لا بوليس كتكون عندها فيزيبيليتي شنو واقع الكاميرا ان اوفيسي كيجي عندك افيك اون فيزيبيليتي الكاميرا ما كيطفاش دابا المشكل دابا اللي كاين هو ان في المغرب خلينا حنا شفنا لو كاد ديال مي جو بونس كو الا غادي يديروا اون انكيت الا كانت فريمون توقع شي حاجه ماشي الناس اللي خصهم يهضروا ماشي متبعش هضره الناس لا راه قتلها لا راه هو اللي دار لا لا حيت كون كانت كاميرا فوالا ما نحتاجوش تعرف يقدر اي بو سون سورتير فاسيلمون لوغ كو كان غيدير ما يغرقوش الناس فهمتي دونك كاميرا سي اون تري بون ايدي خاصهم يقادوا هاد الامور هادو كسو سو في الطاكسي ولا الفي تي سي وماشي غير في الفي تي سي حيت مول الطاكسي كيخسر في البوس اوسي في لي بوس الشفرا هل لي كاميرا الصراحه خاصها تكون حتى في لي تران في كلشي الا جينا ندوي باسكو كاين دي فوا بوبليك خاص يكون فيها كاميرا كاينين دي فوا كاينين دي فوا بنات كيتكريسو في التران بيان سور سورتو في الليل لا كاع بنات ولاد نيت كيتكريسو في التران بيان سور كاين واحد المناطق في المغرب في الليل وفيه بيت كاين مناطق في المغرب كيطلع كيوقف فيهم التران كيطلعوا فيهم لوصوص داكشي ديال فهمتي ديال لي دال فار ويست وحق الله كاينين كاينين مناطق ما غنسميهمش بيان سور هادشي كاينين بارتو وعاد كاينين دي كومبارتيمون كاينين دي كومبارتيمون كيطفى فيهم الضو دابا تبارك الله الناس ولاو كاميرات زعما توقع لك شي حاجه بالك واحد جاب فمي عاد تقلب لك شاد ولكن في ديفوا الناس كيتمتعوا كاينين الناس كيتمتعوا بشي حد كيجريسي شي حد كيجلسوا كيتفرجوا ودابا انا نشوف واحد كيجريسي شي حد قدامي انا نكون جالسه انا عيط البوليس لا صراحه دابا انا شاد التري مع 12 الليل شي حد كيتكريسه قدامي غنخاف كاينه لا بوليس صراحه دابا يا شو غتخافي صراحه باش نبقى نقول لكم الهضره ديال لا غتخافي ندير ما عندك ما غنديري انا وغندير راسي انفيزيبل وغنقول كل واحد لا انا غنعيط انا غنعيط فين كاين شي ريزو في التريين بعدا كاين ريزو فين هو الريزو وما كاينش ريزو غادي دير كاميرا ولا كاميرا تبعت غادي الكاميرا لا تكون كاميرا تابعة للتران تيو غيزون خا تكون غير في الكولوار نقولو غير غاتكونش لي كومبارتيمون بعدا ملي غيوقع لك ان بروبليم غاتخرجي للكولوار غاتغوتي غاتشد الكاميرا لاكسيون غيعرفو اشنو واقع سي فغي دون لي بوس اوسي باسكو كيكونو بزاف الحوايج حيت ما تسنانيش انا نغياج انا بنت لا ما قلتش انا ما غاتغياجيش ماشي خدمتك انا واحد النهار شفت واحد جوج ولاد واقفين على واحد الدريه ماشي بزاف يعني 11 الليل فواحد الزنيقه نجي على البركه كتغوت لا زعما كيفاش ماشي نطغلو صراحه 11 الليل شكون هادي 11 الليل جاتك معطله من حق اي واحد خرج مع 4 الصباح لا وجاتك انت معطله لا وتكون كاع معطله علاش ما كاينش شوق حيت انا ما دايرش حضر تجول سيده كتبقى 11 الليل في الدار انا ما كيودنش عيال المغرب كاع برا داري مالك حمامة دخلي العش مغرب كيقف في الدار دجاجة كيقول لك القني القني المهم مع 11 انا المغرب واسمع كنسطر على المغرب انا 11 ديالي هي الثمانية ديالك المغرب ديال كتجي في المغرب ديال نهار الخميس قلت لك انا 11 ديالي هي الثمانية ديالك المهم شفت مع ما قديتش وما قديتش ما يمكنش تجيبها في راسك مي عيطت البوليس والله لا صابخي الا شي كان شي 8 مينوت وقفوا دوك اصحاب دي تيات ولكن مين تراو مغريبه جاو لا جاو ليهم شدوهم وعيطوا الصطافات والدريه بقات واقفه معاهم شي الدريه بنت مشات قالها صافي سيري وطلعوا هما مشاو مشيت انا لحقت عند ديك التلاره انا عيطت للبوليس
قلت لها راه عيط لجوج الصحابه قالت لي راه بغاو يديو لي التليفون ويديو لي المسطام ديالي واش هما بقاو كينيغوسيو مع 10 دقائق لا جاو هما في 8 مينوت بقات شويه عاودت لهم لي ستور قالوا لها سيري غنديوهم لا دابا انت شتي البنت كتكريسه اه ياك اه واقفين عليها فواحد الباب ديال واحد العماره فوالا عيط لهم جاو في 8 مينوت اه واش البنت بقات كينيغوسي مع الشفار 8 مينوت او واقفين على جبدي ماما اه بقات كتجبد حتى هي فداك الساك وباغا تضغط بقات كتجاوب والاخر كيمشي كيخرج للزنقه وكيدير عاوتاني هاو كيرجع وكيتجاب معاه وكيجبدو كيقول لها عطاتهم شي حاجه ومازال باغي نعطي شي حاجه اخرى وانت طولت معاهم انا الله يحفظك انا كنسمع الخوات كنقول لا يقول لي اعطيني هاد الكاس نقول لها اخويا بسم الله الله يعاونك عطيتك كلمه قال لا انت كتدخلي مع المغرب دونك تشوف غير سبانا اصلا تلاقيتي مع تلاقيها لا بيان سور انا جمت في تاغريس بلوزيغ فوا ما كنتناقش معاهم اري هاك انا غير ما يكونش الموس يكونش سلاح ابيض صافي السلامه ديال الواحد بحال دابا هاد البنت انا كنت ما كنقول اختي عطيهم يمشوا فحالهم انا عيطت هي بقات 10 دقائق وشفر عيا جبد كتقول لها انا ما عادش مخبيه يمكن فلوس في شي بلاصه حتى هي غتكون قلبوا الساك تما مع زنقه صغيره ما كتبينش ماشي هزوز داكشي وزادوا الله يحفظ هادشي اللي كاين نشوفوا واحد لا فيديو اللي خرجت فيها واحد المعلومه على الروز الروز كيتكون صوما كمان شي في رمضان كيدير في البريوات كيدير الكبسه يوسف كيدير الكبسه بزاف في الفطور انا جد لا ماشي في الفطور درتها مره واحده شوفي الباطل درتها مره انا في بالي كنبعها عليك ما كتبلع انا كبيسه كنبيسه درتها اون سول فوا او فات انا لو ري من دوي معاه يقول لي وصيفط انا جادور لو ري باش نتفاهموا انا عزيز عليا الروز كنطيبو واعر وعزيز عليا الروز اللي ما كيعجبنيش هو الروز اللي كيكون في لي سوشي باسكو انا ديجا لي سوشي ما كيعجبونيش مي الروز كيعجبني كنعجبني انا بالروز بيه تعالى لو ري بور ما يل رومبلاس لو بان انا جادور لو ري ياك سنتي عندي واحد دو فوا ري في السيمانه فريمون تا انا فاسيلمون وي زو لي زونفون تما عز عليهم بداك الحليبه والحليبه وشويه ديال السكر والعسل والماء زهر لو ري تري امبورطون مي لو ري مي لو ري انا شوف واحد لا فيديو كي سيركول ا بروبو دو ري تفرجوا فيها لا تأكلوا الأرز بعد 24 ساعة من طهيه تحذير مثير أطلقته دكتورة مروة زين اختصاصية علم السموم ولكن لماذا؟ اليابانيون قبل أكثر من 100 عام اكتشفوا أن العفن ينمو تلقائيا في هذا الطبق بعد 24 ساعة من طبخه هذا العفن تسبب بجائحة مرضية في اليابان وأثرت على سلامة القلب لدى المصابين اليابان منذ ذلك الوقت أصدرت قانوناً بمنع بيع الأرز في المطاعم بعد 24 ساعة من طبخه ولأن الأرز أحد أشهر الأطباق عالمياً وعربياً فإن تناوله شيء لا بد منه لكن الحذر واجب فالعالم لا يحتمل وباءً جديداً الروز ابارامون انا كنت شفت هذا الفيديو ما انا فهمت بلي خاصكم ما تاكلوش قبل 24 ساعه يعني طيبوه خلي 24 ساعه بعد كلوه دابا كنتي غتقتلي هنا كنتي غدير لنا البوكسيك عاد شرحوا لي لا فيديو دابا يوسف وساره بلي خاصني هذا الروز هذا ناكلو قبل 24 ساعه لا فات على 24 ساعه خاصو يتلاح سي بور سا بالنسبه للناس اللي كيمشيو سناكات او اللي كياكلوا مثلا دجاج او اللي كياكلوا اكولات اللي فيها الروز في الزنقه حاولوا انهم يتفاداو هاد لانغغيديون مثلا غتاكلي سلطه فيها الروز خدي في بلاصه الروز لي بات او شي حاجه واحده اخرى اوليو دو غيلي انا اون جينيرال مستحيل غيطيبوا لك لو جوغ ميم حيت كيطيبوا بدي كونتيتي تما الله يحسن العوان او اللي كيديروا داك لا سلطه مكسيكان ما ناخذش لا سلطه مكسيكان كيفاش قالت لي ضحكاتني مكسيكان كلها في المكسيك كطيب الرز تما لا لا سي فري كيفاش ما كتشوفش الحمد لله ماشي طيبه في دارك الحمد لله عارفه عارفه البيروي غطا لا لا بحال مثلا كيف قلتي ما كتشوفش لاليمون بيان سور باش كتخرج شي سناك ولا شي ريستوران باش تاخذ الرز عرفتي واش بيت واش محطوط واش ما كاينش سي لو كاب بور كاع لي زالي لي زاليمون ما تفاداه الا قدرتي هذاك لاكومبانيمون ديال البولي مثلا كتاخذ البولي روتي دايور تشهيت دابا سالو غديني ناكل الدجاج داك البولي روتي داك لو ري اللي كيكون معاه فيكم لا ما يمشي يصدق مجيف ولا يصدق جيفه ولا هانيه ياك ماشي على لقاش دجاج دبر راسهم ذوبهم عليهم زين دونك اون جينيرال ملي كيكون داك الكومبانيمون دو حيت كنشوف كيكون داك لو تروك داك البيغاكس فيه داك الروز كثير دونك سي نورمال ما غنكونوش مطيبينو لو جوغ ميم انت باش تفاداه خذ بلاصه الروز خذ مطيشه خذ بطيطه خذ خضيره من احسن بغيتي الروز طيبو في دارك طيب القياس شاط لك شي حاجه خرجها للكلاب ديال الزنقه ياكلوها وصافي وحيدوا عليك لان هادو قالوا لي جابوني ولي جابوني كيطيروا في هادشي راه هما كياكلوا الروز دائما لكن الروز قال لك لا بقى برا ماشي لا بقى لداخل الثلاجه امون افي لا 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 قال لك الروز ما توكور
العامة يعني الرز طيبي في دارك باش تعرفي راسك انت طيبتي. اجل حاولي تفاديه فوالا. ولكن راه حيتي لنا لي سوشي. علاش درتي؟ حيتي لنا راسها المكسيكان. حيتي لنا لي شنو هي ديك بوك بول ولا شنو؟ بوك بول بابا. ديك ما عجبكش النطقه. شنو هذا؟ داكشي هيلتي. الناس دابا ملي كتكون وليتي هيلتي وكتستني بالصحه ديالك وصالحتك في 20,000 درهم في الشهر كتمشي كتاخذ واحد بحال 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 قصيه صغيره. بول. هي ماشي بولي كبير على بول ماشي زلافة. هي انت راه باين غتاكلي الخضره وغتاكلي الفواكه باينه ما تبقاو تاكلوش حاجه ما كايناش نو صافي تاكلوا الهيلتي قدام الكاميرا ودوز الكاميرا ضربوا المرقه حتى لهنايا كنعرف انا بزاف الناس كيديروا في لي ستوري نو ما جي مونجي مي فو مونجي سان بو لو فيتي كوتو كنحصلوا مع 3 الصباح كياكلوا في الظلام بيتزات باردين والمرقه بارده قسما بالله ودوفون لي كاميرا في لي ريزو سوسيو ما نقولش لك تقولي هذا الشيء نو خاصك تنوع الشيء لا شوفي الماكله الزوينه الكوكو هي الماكله البسيطه الماكله الزوينه هي الماكله البسيطه يشوفي انك تشد لي زانغغيديون وتغسلهم مزيان وخضيره غسلها مزيان قردها فحلي بصل اش خلاوه المصريين واخا ما كناكلوش البصله اي سي دوماج مي طلع فهمتي لا تما بلا ما تمشي شي برودوي جاي من قندهار تاع ما كتعرفش شنو هو حيت شتي كون رايح تقرا تقدر تقولها ما كتعرفش تقولو عاد تمشي تشري وتاكلو اي سا كوتين فورتون حيت هاد الحوايج ما يمكنش كاع الناس غياكلوهم باش تكسبيك البريستيج داك ملي كتكون انت جالس فشي بلاصه تفطر فيها وكتاخذ شي حاجه بول بالشيه ما كناكلوش انا بشوي ما كناكلش انا داك الشيء انا بلا شيء داروا ليا تايبوها لي داروا ليا بصاره يعطوني العدس يعطوني لوبيا البيضه كيدو على الفطور تفطر باللوبيا البيضه وبالعدس علاش ما تفطرش باللوبيا انت دابا بصراحه انجلش بريكفاست لا واه في حياتك دابا انت في حياتك كتفطر الصباح باللوبيا بيضه وبالعدس لا لا سماغيف يزين بصتاغيف ايه سماغيف لا درت الا درت برانش مع الوحده في النهار ما تبقاش تقول نديروا شي حاجه حتى انت ما كديرهاش لا سماغيف لا ماشي قلت لكم انا نوضو انا ماشي العياش غنقول لكم نوضو كولوا هذه وما تاكلوش هذه غير قلت لك بالنسبه لدي برودوي اللي ما يمكنش تشريهم تو لي جور باسكو جيماجين لو كو ديال هادشي بشحال كيت بشحال كيتباع شوف الفطور هو خبيز واتاي زبيده فرماجه اومليطه على بيضه مسلوقه دابا الفطور اللي كتخوي كنتي الحدس ولا كليتي لوبيا لي فخوي واحد الحاجه رجعنا حنا لا رجعنا حنا لي فخوي انا كنشدوق لي فخوي ولا ما طاح رجعنا للثقافه ديالنا ما كناش كناكلو الفخوي مع الفطور لا ولكن حنا عندنا الثقافه ديالنا باغا ناكل لي فخوي في الصباح ناكل لي فخوي بالثقافه لا اجي خصنا ناخذ الخبز وفرماج والبيض صافي ماشي طونجو فاش غنبغي ناخذ الفريزر ناكل الفريز فاش غنبغي ناخذ المونغ واخا ما كناكلوش غناخذ المونغ زعما ماشي بليجي خاصني اجي لي فخوي باسكو ملي كنا صغار ما كناش كنبغيو ناكلوهم ديجا اوني مي با انا ملي كنت صغير ما كنتش كناكل الفرماج ما كناكلش اللحم دابا كيبان لي اللحم الفم كيولي هنا راه سولتو باش فطرتي سولتو باش فطرتي اليوم عاودوني باش فطرتي فطرت اختي بمغاز ولا طوماط وان سوب فيها القرعه حمراء وقرعه خضراء بلاتي وصوصيس بولي نعم وصوصيس بولي لمغاز راه مغاز صوصيس بولي مغاز جوج مغاز وصوصيس حيت لي باكيت اللي كانوا في الكونجيلاتور صغيورين une portion une portion comme on est deux personnes بقات باركت من هذا وباركت من هذا ندير لهم ان الله فوالا طيبتهم بجوج وقسمتها باركيطه صغيره لا داك الصحه وان جو دو بوم اي اورانج سي تو باركيطه صغيره بويو صغيره 1 كيلو 1 كيلو لا 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 شنو المشكل في الفطور ديال اليوم ما فهمتش ثلاثه المرقات كاين بزاف ديال انواع اللحم هو كارنيفور حيت دابا قال ما هي كشتي قول لي ضربه الكوتليت بوسبيديك ضربتي كوتليت بيان سور مع الله اكبر عرفتيني انايا مع الكوتليت مع الله اكبر لا بولفاف لا كنت كنقول الكوتليت انا ما يمكنش لا انا كوتليت مع الله اكبر ابخي انا جامي ديك كناكل شي حاجه غير من غير اللحم مي هو تيقول لا هيلتي لا ماشي هيلتي كناكل اللي لقيت لي عندك ماشي هيلتي انا ديجا ما بديت كنوجد الفطور حتى ل 18 دونك لقيت داكشي اللي تحتي ليا هو اللي درت حدي هبطت السوبر مارشي كنكون زوين ما فهمتش قريعه وسميتو انا حيت ما كناكلش المعجنات كلهم ما كناكلش ما كنشربش الحريره في الدار حتى انا جو سو كونتر العجينه بزاف مع الفطور سي فري ديال الثقافه ديالتنا سي المسمن سي البطبوط سي فيينواز غير انا جو فيينواز ماشي انا ثقيل انا جو بريفير دي بروتيين
منها ما كيجيكش الجوع غير فوالا اي منها سي بيان بور لا سانتي اي منها سي بلو بون البروتين شي بور تو دير هاد الشيء كيشد ليا حتى الغد ليه مع الفطور انا راه من الفطور حتى الفطور الا كثرت ان ياغورت ولا فريمون طويسه صغيره ديال السلو اللي ما جابتش ليا جاب الله كاين الحباب فهمتي قد هكا و انتي سون سكر صافي حتى الغد ليه حتى اللونجو سي تو جو مي سون تري بيان هي كنصدق ديك 3 4 تاع الشيء كنهش شاقور كيجي داك الجوع الواعر مي بون صافا دابا اللي جا عندي الجاقور وحق الله كما يقولوا على البوليس راه يسمعوا مع 4 تاع الشيء صافي انا كنت سمع وي 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 راسي كيبدا يتنفخ عليا اش وقع في العائله الملكيه البريطانيه اش وقع فريمون انا جيتو اش وقع ما عرفت اش وقع عارفين الناس كلهم بلا كاين شي مشكل انا كنموت على ديك العائله كلهم زوينين جو لي زادور من جداهم الله يرحمها كنموت عليهم فان ديال لا رين اليزابيث وانا فان ديال انا بريتيش بيان سور ملي ماتت ليدي ديانا ليدي دي عاقله انت ولا باقي ما دزتيش كنت نقرا في الكوليج زيدا في 85 ليدي ديانا مات في 87 وهي كتقرا في الكوليج راه تسطاي قرات في الكوليج عندها عامين جن لا مات كان عندي ما عرفتش بخل عقلك كنت تقرا في الكوليج فوالا كتقرا في الكوليج انا شوف انا عندي داكشي مضبوط كانت عندي واحد اينامي الله يرحمها ماتت واحد المراه دان سيرتان ناج الله يرحمها وكان كان ديك الساعه والله بان دوك عرفتي دوك اللي بحال مقيراج ديال النحاس كانوا كيديروا فيه اتاي كانوا يخرجوا هو بريق اون فورم دو مقراج علاش كانت كدير فيه الماء باغا واش باغا دير انتي ولا شي حاجه بحال هكا وشعلت لا تيلي ولقات لقات لي زوبسك ديال ليدي ديانا برانسيس ديانا بقات مسكينه حاله فما في التلفازه وكتبكي ناضت تقلب لقات داك البريق داب فوق البوطه وبكيت نيت داب كانت عزيزه على الناس وكتبت عليه بالفيرني الى بلوري ديانا ومثقفه السيد هادشي دونك كبرت في ديور الباشاوات الله يرحمها باسكو انا جو بوسري با فيغ سا واحد تاع تو فا جامي فيغ سا باسكو انت ديانا اصلا ما غاتبقاش فيك دونك انت راسي سبيسيال لو كا ديالك ما جينيراليزيش ما كاينش شي حد ما بقاش في ليدي ديانا ما كاينش امبوسيبل الا هي ليدي ديانا تاهي اون بليس ليستوار ديالها كانت شويه خير انا نقول لكم صراحه دونك هذيك العائله كنموت عليهم انا نقول لكم صراحه انا ديانا عرفتها ملي ماتت صافي باش نكونوا كلاير زعما انت ما عرفتيش ديانا ملي تلاقات مايكل جاكسون ملي كانت كتلاقى ايلتون جون ما كنتش عارفه قبل اللي شي حاجه راه هي اللي خدات لي بروتوكول بريتيش راه كانت كدير شي حوايج اللي ما عندهاش الحق ديرهم فداك لاج ديالي ما كانش عندها الحق انها تافيش ما كانش عندها الحق انها تدافع على هذا ولا على الفيمينيزم ولا هذا كان واحد بروتوكول بريتيش تخي تخي هذا وهي الوحيده اللي كانت هرسات هاد لي باريير بريتيش ديال لا فامي رويال على سيغتان مومون ان ما كانتش مفاهمه ني مع لا غين ني مع جو لام انا ديال انا عزيز عليا شوف ما كانتش باغا تلبس برديل باغا تضحك باغا تجري مشات لافخي تسلمت على الناس ما عقلاتش ليا على لا غين اليزابيث ولي مالادي اللي كانوا دي مالادي كانوا يلاه بداو ديك الساعه بلا ما نسولوا مالادي اللي كانوا يلاه بداو الناس كيخافوا من ديك المالادي كونتاجيوز هي كانت كتمشي عند لي جون مالاد وكتعنقهم وكتبوسهم سي اون فرانسيز كانت تري كانت تري هيومان تري هيومان وكانت تري ما عندهاش مع لي ليميت لو بروتوكول نو انتريسي با ما كانتش عندها ما غاتش تحترم شي حويجات سكو لا غين اليزابيث دايور كانت باغا دير لا غين اليزابيث راه تسلم على ما تسدكش عقتها تشوفها في عينيها لا ديك باش نقول لك قمه البروتوكول اليزابيث ما عندكش الحق تشوفها في عينيها غان في دون غان تاع ديال بروتوكول ايريديتير زعما بيتيت كل دار روا عرفت شكون تكون عدوس اليزابيث والله ما طلعي النفس في الخلعه توقع لك شي حاجه تقدر توقع لك شي حاجه الا فقاه الا تبعت اليزابيث لا ما تعصيش من ميدلتون دايور كانت ميدلتون ما عارفينش حتى ما عارفينش اش قالها كيت ميدلتون اختفات على موقع التواصل الاجتماعي ولا ليزيماج اللي كاينين تاع العائله الملكيه صافي 3 مو ما عرفاش فين هي دايو خرج واحد لا فيديو خرجوها كما كوي الله بانت البارح اختها كيقولوا ماشي اختها كان وحدها لي ميزونيت ديال نويل دونك كزدها ديكوراسيون دو نويل والناس كلهم اللي بغيتيش كلهم قالوا بلي راه ما يمكنش يكون هذه حيت هما الناس قالوا حقا ظهور كيت في هاد لادات هادشي قالوا ما يمكنش باسكو فين تخو دوغ فين دايزا وراه هادوك لي ميزونيت ديال نويل ديال نويل سكيفي دابا بزاف الناس ما عارفينش شنو واقع بي بي سي انونساو ان العائله الملكيه غدير بيانتو واحد الكومونيكي دو اوفيسيال غتعلن على شي خبر باقي لحد الان ما كاينش هاد الاعلان هذا اي بي بي سي بدلت اللوغو ديالها اون نوار اللي هو علامه ديال الحداد ابري كاين الناس قالوا كاين تنكيس الاعلان سي نو با فري
نقيس على ما كاينش فيك نيوز باغ كونتر البي بي سي بصح تاع لوغو تاع اونوار كاينين جوج كاينين دو زافير في هذه القضيه كاينه لافير ديال كيت ميدلتون اللي على واحد اوبيراسيون فكشها اي كما عرفوش علاش وكيفاش وشنو وقع عليها واش باقا اون بون سانتي صرانا زايده سمعت انا زعما ما يديروش علاش زايده انا مراره هي كتولد كتخرج بحال مراره كتولد كتخرج فين ما كاينش اي كاينه لافير ديال لو روا شارل اللي ديagnostiqué فيه السرطان وداك الشيء دونك كاين دي دو زافير اللي غاديين انصامبل ما عرفناش مالهم كاين واحد لافير الا كان دي شانجمون بحال اللون في الكحال وداك الشيء سي سوا مالادي سوا موت كاين واحد البروتوكول الا مات واحد من العائله الملكيه ما هي ما لونها بيرسون لو دو دير كيلكو سوا في لي ميديا بعد الميديا ما كاينش خرج ما كاينش غتبقاش حتى في لي ريزو سوسيو شي تري كالكولي عندهم تري كالكولي داكشي سورتو لا فامي رويال ديالهم كيبداو بيان سور خاص ان ابل كاين عندهم ان تيليفون عقلتي كنا واش عرفتي كيفاش تقالت ان لا غين اليزابيث مات راه كاين واحد لو تيليفون خصو يتعيط واحد وخصو هذا وداك ديرو كحلو ما يقولوش حتى تخرج واحد ça peut prendre un mois de sida ou sinit ad mais j'espère que ma mat tahed mais en tout cas ana baqi tbeina ana mtbaa had hada l'affaire hadi bzaf ديال كيت ميدلتون قالوا ان راجلها كيخونها مع واحد السيده معاهم في يعني في العائله يعني في العائله دي كوزان خد جانا خرج ديكلاراسيون وقال لي بالله راه كيت وقع نفس المصير ديال جانا الو كيف في بزاف ديال اللغط مين انت بغيت نعرف شنو كان كيعجبك في غير اليزابيث ماشي ما كانش كيجيك متسلطه علاش كتجيني شنو متسلطه الله يرحمها السلطه ترجت معاها راه سيتي غين واخا اختي كتلقى غير في لي ريزو سوسيو وحده قدام هادري فيهم 1000 فرانك شقفه ومتسلطه دونك الا تسلطت الا ما تسلطتش لا غين اليزابيث شكون غادي يتسلط ما جيمي بوكو كوم لي تي بوزي سا كلاس جو لا تروف بيل باسكو كنت كنشوف لي فيديو ديالها قدام انا جيم تو سكي رويال فهاد لي سيرموني تو سا تيجان انا من الامبراطور الشاه ديال ايران وفرح ديبا كنشوف لي فيديو ديالهم ديما 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 اون بوكل كنشوفهم مو جادور سا داك الابهار ملي كيدخلوا الناس كلهم كيشوفوا فيهم ولا تخان ولا ديامون اي تو سا تي ني بو كو ايمي سي جون ناس حيليا شكون بغيتي نبغي انا كشخص ما جلا تروفي تري انتيليجونت و ايلي مي بوكو لي شيان اللي ما بوكو لي زانيمو كنت كنلعب مع كليباتها وجو بونس كو كانت مراه سامبل بحال كاع الناس هذيك غير ليماج اللي كتعطى عليها بي فوالا وعدوزه ما عندهاش مع راسها بحال بزاف د العدايزات في العالم ما عندهمش مع راسها ولا ما عندوش مالك عدوزه نورمال ما ديك راسها نورمال حيت كتقول لها واحد الشفاف ايوا هاو كتقول دابا ما مضربين على النوبه ديال المواعن عدوزه وعروسها دابا اكزاما تغسل المواعن في البروتوكول لا 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 ايوا سافوار كون راه كدير العكفه لا غير اليزابيث لا لا وكتحني ما عرفتش اش كاين ما داتهاش كيت الحمام حكت لها داتهاش كيت انا كتحك الحمام كل بوحدها كاين تبغى تسكن بوحدها كيفاش ولا ما وقعش المورغان قالت لي دير لي داري بوحدها انا لا قابله معاها ايوا شتي ها لا دوك العروسه كتبقى عروسه والعدوزه كتبقى عدوزه ومكملين معكم مشاهدينا ونشوفوا شنو عجبنا وشنو فقصنا في هذا الاسبوع فعجبني فقصني كود كار كود قال والكود كار هذا الاسبوع غتكونوا كلكم تلاقيتوا معاه جو بونس لو نوفو تراموي بيبليسيتي شوفوا لا فيديو سيدي ديال اتاي في ابها حله زعما ما يمكنلكش تقول لا كرياتيف حيت هذا العام جافوك الاشهارات اللي كيدوزو في التلفازه ماشي حتى لهي وما بقاش شي ثاني شوف بعدا شحال بيهم بعدا اشنو الاشهار اكثر من سيت كوم ديجا سيت كوم ومن بعد عندك الاشهار ديال عندك سيت كوم في ربع ساعه واشهار في نص ساعه سكي في هاد الترام اللي كيدوز سو فورم دو بكي ديال اتاي وسو فورم دو ياغورت وهذا الشيء جوتروف تاع مانيفيك يوسف انت انا عجبني لو تران عجبتني الفكره ديال لا بوب مي اللي عجبني بزاف انه كيفاش مصور كيفاش كيدوز شحال حمد الخميس كيفاش كنشوفوا لي زينب اي بوسا لا فري استوار ديال الدار البيضاء كتشوف اشهار فيه الحضاره
Et ça, c'est génial. Voilà, donc moi, je pense que c'est une bonne idée. Mzienne, les supports sont là pour être... Ou la créativité, surtout. Et la créativité. Il faut que l'on ait l'échard. Il faut que l'on ait l'échard. Il faut que l'on ait l'échard. Il y a de l'investissement aussi. C'est très joli, bravo. Tu sais ce qu'on a dit, c'est très joli. Oui, c'est sûr. Mais il y a des gens qui ont l'échard. Je vous remercie. كيبداو في الكابسول راه غير مسحوق خاصك يعني ما لا ملي كيعجبو الكابسول خليطه ملي كيعجبو لي كابسول هو تخلط وي انا كنشرب غير الانواع ديال القهوه ابا القهوه تاع الذوبا هي اللي كنكره لا ديك هذيك السكور من القهوه الكابسول مثلا هاد الابداعات اللي كتبدعوا فيها داكشي ديال القهوه معطره حيت لي كابسول اي سون ديستين الشركه اللي كديرهم كديرهم شركه اجنبيه والاجانب صار لي زانتريس با يشربوا قهوه معطره كاين الارابيكا معروفه كيشربوا قهوه معطره ولكن غادي في خبارك الا درتي راك لا في لي لي كابسول انا جيك الهضره ديال لي سوكيت كنسولها قال واش كاينه وما كايناش علاش تو سامبلومون ما كايناش بزاف سومون اليكزيست كالكو بار ولكن ما كايناش بزاف حيت كتخلي الريحه الي فورت بور لا ماشين exactement c'est-à-dire que mettre bref dire chez quoi quoi les adjets chez head ou là là l'odeur de là là donc le mieux faire un café normal et se poudrer mais le fuck je vais إلا دستي في المدينة في مراكش كتشم ريح شوفي أنا كنقول ندق على شيبة ونقول لهم هالها رحت وليها قهوة مي تي سون فريمون ديك القهوة المعطرة هنا كيجيبوا العشوب كاعت كيسيبوا ماشي ماشي خليطة كاينة وحيت دوك الناس الكبار عندهم ولا داك السيد اللي كيكون سمح لي قطعتك غادي بالمقراص الزنقة وي تا هو قهوة زوينة درهم قهوة بدرهم درهم بحال البقبوطه ديال داك النهار هذا الشيء غادي نلحق داك هو قهوه بدرهم ياسر شربتها حتى هي نمتك سيمونك بالله العلي العظيم اللي كيطلق معايا دابا كيسولني على فين جابوا البطبوط ديال درهم تاعي ورا ما قولش كاناش كيديروا لي على البطبوطه ديال درهم فين كاينه وكلهم بدا صيفطوا معداك مول البطبوط ودايوغ وعدتهم قلت لهم هذه المره غندير عنده غنمشيو غندير عنده ستوري صافي حيت ما كاينش البطبوط قل من جوج دراهم دابا اكطوال ما كاينش هما البطبوط ما كاينش البطبوط قل من جوج دراهم لا ما كاش بطبوط قلب جوج دراهم انا حدا داري كنشرب بطبوطه بثلاثه دراهم وديال الزرع ب 4 دراهم هذا بالضبط كيبيع بطبوط بدرهم راه هاد مول بطبوط راه بزاف ولي خديت لك شهر غادي في الدراهم بطبوطه غاده وموراها درهم كبير الوغ لو كو دو غول جو بونس كو الحلقه اللي فاتت دوينا على الوفاه تاع عبدو الشريف على ايش وفاة عبدو الشريف الله يرحمه الله يرحمه بيان سور سيد ما تبقى ما خليناش ترونكيل يوسف صيفط لي اون فيديو واحد الشخص كيخرج وكيدوي على الوفاة ديال الفنان الكبير محمد عبدو الشريف الله يرحمه وتيقول هو قالت مراته كان كيدواش وخرج وهادي وباش زاد كملها عاود كل شيء كذوب سيد الى جامي تي ماريي كتبوا على فلاش ديالو اوسي المرحوم كان زايد في 1966 دونك قالوا 1970 كتبوا على لاج كتبوا على انه كان مجواج ومرته وكان كيدواش وسخاف وزاته وداتو للكلينيك جابوا مرته كاع جابوها بينو تصورت المرا شكون بينو شي مرا ابارامون اوسي مامرو عبدو الشريف يمكن كان مزوج في حياته المهم مني مات ما كايناش مراته كاين الوالده ديالو الله يطول في عمرها وكاين خوتو دونك ما فهمتش انا شنو الاستفاده ديال انك تكذب وتحط باطل لواحد الانسان اللي ميت في دار البقاء وتا الاخر كتجي في الاخر ديال الفيديو كتقول له ترحموا عليه رحموا انت وما تكذبش عليه هو راه بصح رحموا وما تكذبش عليه علاش هاد لي زيستوار مورا ما انفونتي اون استوار ستوبيد اي بيت ما تستفاد بهم كاع عندهم مراته مثلا هذيك لا فيديو داير بها دي ميلي دو فيو هذا هو الهدف باسكو كلشي كيدخل يشوف الزوجه تاع عبدو الشريف شوما داير بها دي ميلي دو فيو شوما و الى انفونتي دي زيستوار اللي ما عندهم حتى علاقه بالحقيقه
وشويه كيبينوا لا فيديو ديال فاش كيغني غبار كتحكى مشاكل قبل ما تدخلوا للموت اوك هذيك صافي شي اموايد مي باش كان عند دونتيست الله يرحمه وكان دار ليه البنجو باش ما يتسنى البنجو هذا كان كيدندن راه تي ارتيست اصلا الطبيب غادي عنده شي فنان غادي يقول لي غني لي شي حاجه ولا هو كيدندن على لو طون اللي كان غيشد فيه دونك احترموا الله يعطيكم الصحه الحرمه ديال الاموات ما خليتوا الحيين ما خليتوا الميتين واه عباد الله واش انا الدراجه من القبر يقول لهم واه حجر العافيه انا راه ما مجوج ما والد البلاد عطوني شي ساعه توكور يقدر يكون عنده في خبارك دابا راه ما بقاش دابا اللي جاي يدوي واللي جاي يهضر راه من العائله ديالو عنده الحق تغياجي على هذا الشيء جو سي عرفت اش غتقولوا لي ولكن ما نعطيوش الاهميه للاشخاص اللي غادي يخرجوا غادي يقول خاص يعرف بان المره باي لحظه يقدر يجي وتهز الا مشات لا يخشى ما بغيناش نبينوا لا فيديو وداك الشيء ماشي حيت السيد توفى الله يرحمه وغادي بدا دير في التشهير بدا تخترع في الـ في الـ في لي نيوز بحال هكا كاين عائلته كاين الام ديالو كاين خوته ينوضوا يديروا ما حيت حشومه دابا المشكله انه انا اش كنقول اولا حنا اختارين اننا ما نبينوش لا فيديو باش ما نزيدوش نشروا هذا الشيء لا تجعلوا من الحمقى مشاهير ديال الاولى كي غتكوني دابا انت واقفه قدام القاضي واقف حداك واحد مسطي وكتقول لي هذا السيد راه خد الفيديو ديال خويا ولا ديال ولدي وراه قال لك ما هاد الناس تلمو كيحترموا ريوسهم لا وحيد ديبيل باش الله يرحمه المرحوم عبد الشريف كان تخي ديسكري كان واحد الانسان ما تاع مواقع التواصل الاجتماعي ما تاع بلا بلا ما ديال البوز ما ديال حتى شي حاجه ما ديال شي حاجه واحد الانسان ديال الفن كيف اصلا هو السيد حياته ملي كان عايش كان باغي التقار ودابا ملي مات عضوا نديروا هادشي حنا بيه عضوا نلحنوا نجبدوا في الحياه ديالته ونهضروا فيها ونخسروا مي اونكور اون فوا لا فيديو دايره دي ميلي دو فيو وهادشي اش كيقلبوا الناس دابا الناس ولا كيقلبوا على انه يدير لي فيو اللي كيدير راسو انتحر ولا باغي ينتحر ولا راك عارف لي زيستوار اللي كدير تطلقات واحد رجعت لراجلها كلشي ولا دابا غادي في لو سونس تاع انك دير لي فيو حيت الناس كيموتوا مع الاسف على الكآبه tu vas partager un truc positif تفاعل ايها الناس مي بلي بروش ما غيتفاعلوش كيقول لك والله الا عايشين الحياه تعرف لله يا محسنين طاري ليا فعل ليا ضرني الدرسات طفات ليا العين درت الحديد تعكلت تقطع ليا سروالي طاشي تريكويا العالم غيتفاعل معاك اي سي فريمون مالورو باسكو كنشوفوا لانه كاين بزاف الناس دافا اون لامبريسيون كو لي ريزو سوسيو سبيطار ديال الحماق خسر لي الذكرى الناس باغيين يشوفوا الناس كفس منهم ما بقاوش باغيين يشوفوا الناس كفس منهم باش كيفرحوا كيقولوا لي سيتياسيون اللي هما ما فيهمش ويتلدوا اي تلدوا ديك لا سيتياسيون اللي هي شتي امها هي ماشي حيت عندها فلوس وانها راه الماكياج وداك الشيء راه شوف حياتها كي دايره هنا فين كيسا كومونس سبحان الله كنبغي نشوفوا الناس يتعذبوا قدام عينينا ولا في شي مشكل ولا في شي ورطه ولا في شي كريدي ماشي وهذاك ولا عاد حنا كنتلدوا كنشوفوا شوفوا لي فيو وكان داو واحد اللي الحمد لله عنده ديبلوم دار شي حاجه دار هذا دار هذا ما كنجتهدوا كنقلبوا على الاحاديث وعلى الدعاء وكيتفننوا وانه داك الشيء ما نقولش في الاخر كتلقى عنده كتدخل عنده في هذا كتلقى سي انفو بروفيل باسكو ما با لو كوراج ما عندوش لو كوراج والجراه كيخاف باش يتبريزونطا هو بسميتو ولا بشي حاجه وشفنا بزاف وهذا الشيء كيزيد كيكملوه بما يسمونه رسوم المؤثرات كيبداو يخترعوا قصص غنتحر غنموت غنتلقى الطوبيس غنتلقى التران قتلني طلقني دواو فيا داروا ليا مشيت عندهم جراو ليا جاو من عندهم غنمشي عندهم واولادي واولادي وامي وابا والتفاعل تفاعل 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 والناس كتقول لك بكاتني كيفاش بكات كنتي ما كتعرفيهاش بكي على راسك ما عندك ما عندك دي كوزين مرادات ما عندك امك مريضه ما عندك باك راجل كبير ما عندك حتى شي عساس ما بكاك بناي ما بكاك طلاب ما بكاك مش عارف في الزنقه ديال عكاز بكاتك وحده ما كتعرفيهاش امبوسيبل وانت عارفه ان داك الشخص كيمثل ولكن انت باش كتعيش داك الدور باش كيهون عليك دي قله ما يدار اللي انت كتعيشها وداك الفراغ العاطفي حيت تكون عندك حياه عاطفيه مليئه وعندك حياه اكتيف كتعيشها خدامه ما مسالياش عندك عائله عندك وليدات ما مسالياش ما كتحكيش راسك شوفي الناس اللي ما مسالينش نسات ساكها دابا هاد السيده اللي ناسيه ساكها واش غتعاطف مع شي حد هذا شوقي تعاطفيه مع ساكا و20 درهم ديال السيد ردي عليه اختي الله يخليك الوالد ما كدينا على بنوم الناس صدمني ما كنتش معول على حيت انا حيت انا جيت واحد المغازا اونفاس مع داك ودخلت بحال هكا داخله ومعقلك كنت عارف واحد 20 درهم طلبه 2.0 غير صحابك هكا مي غاكاشي في خبارك هي اللي هي اللي بقى عارفك غدا نجيبها لك غدا ندوب لك ماشي مشكل كنت عارفك غدا نجيبها لك انا عرفت مني انا مازال مازال ارى 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 حدايا عطيها
عطيتي من عندك نعطيها من عندك قبيله ما الوجه ديالك وعيتي لينا ساكنه في الدوره غتزيدي ثاني ديتي السيد فلوسه ودي السيده فلوسها لا 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 ماشي مشكل انا ساكنه في الدوره نخطر صعيب وعتقت هي مزاتني انا درتي الحكم ما تكملش الشهر وراه دابا عزكي داك النهار فاش فطراتنا بالمسمن ديال الخليع ناري اختي شحال حل بني قالت لك شوف ودي شحال الفطره مازال فطر ولا مازال ما فطر مش عارفه بلي داكشي ديال الصوصي ولا ما وقفش صافي 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 البرد اللي دار به صوصي الخوار خاوي امر الامل شوفي الناس اللي كونطلان صوصي صافي الامل شوفي الناس اللي ضاربين الكونطلان شوفي الناس اللي كونطلان قاعده روايه عقل عليه ومازال واكل من عند شوفي واش راهي عندك الزار داك الشيء ما كان علم مسجله عرفت لا كتله جالو كتله عالم هذاك الجزار تبارك الله عليك تبارك الله عليك علينا 100 غرام 6000 تبارك الله ما تلقاي بيع بالضبط ما تلقايش بلاصتك دابا شرينا 8000 ريال ديال الكتله تنديرو في الصفوطه بدرهم انا راسي كل با ماشي في الزبده بلديه اي نكملي معكم ونمشيو بوغ كونتر مع اوديت كلكوش كيعرف البرنامج شعب اسمها وهبه اللي كديروا في مصر الله يشافيها ويعافيها سي اون فام كوراجوز من الاعلاميات الكبار في مصر كلشي كيعرفها من القامات الكبيره في الاعلام ماشي كي تخي مال هذوك تدخل البلاطو تبارك الله عليها تخي مال هاد مي الحمد لله ملي تشوفيها الكوتلات وكلشي زعما شموخ حتى هي من نسع الشموخ صدفات الفنان سعد الصغير حنا غنشوفوا دابا لو سكرين اللي خرج بزاف تريند في مواقع التواصل الاجتماعي سعد الصغير قال لها عرفتي علاش جيت البرنامج علشان عيونك مش الاجر زعما علاش علاقه بالكتي مش علاقه بالفلوس اللي تخلص هذا البرنامج شو جاوباتو بسمه وهبه قالت لي لا انت اللي طلبتي تيجي ما انت اللي بغيتي تجي انت اللي قلتي بغيت نجي يلاه حطاته بوجهه برافو ما كاينش اللعب بزاف ديال لي زانفيتي في لي زيميسيون لي زارتيست كلهم راه ماشي غير في مصر في المغرب بارطو يعني حنا غندويو على المغرب اليوم باسكو حنا برنا ماشي المغرب مصر بارطو لي زانفيتي كيجيو كيديروا راسهم فيها ملي كيكونوا قدامهم لا كاميرا كيدير فراسو راه فهمتيني عبد الحليم حافظ الوغ كو فينالمون هو اللي طلب باش يجي للبرنامج انتوما بيان سور ساره كنا كنهضروا دابا حنا ناس ديال الاعلام وكنديروا البرامج وعارفين هذا المشكل انت بوغ كونتر هذيك العجرفه بارفو بارفو ماشي نعمم ديال لي زارتيست في البرامج قلت لك لا ماشي لهذا البرنامج لا ماشي لهذا البرنامج لا ندير لا ما نديرش في البلاصه لا ندير في هذه البلاصه لا ما كندوش كتعيط عليه باش يجيبك لا ما ندوزش في لا هذاك البرنامج ما ندوزش فيه لا هذيك لا شكون هي ما كنعرفهاش ما ندوزش عندها وي كنظن انه من حق الشخص يعني الفنان انه يعزل مع من غادي يدوز لان كاين مستويات ديال الناس اللي كيجيبوك البرنامج كاين بعض المرات انا جيت لبعض البرامج كتكون كدوي مع الشخص انت عارض عليا جابني البرنامج كتسولي سؤال انا كندوي معاك تحضر راسك كديري شي حاجه اخرى عرفت سا سي ان غران موك دو ريسبي ماشي حيت شتيني التريتوار ديالك كديري بيا ما بغيتي كونك تسوليني اسئله من حقك تسوليني السؤال اللي بغيتي انا ما عنديش غرام ديال المشكل ما كتطلبش الاسئله انت في لي انترفيو ديالك ما كتطلبش الاسئله لا 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 نهائيا لا 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 سولي السؤال اللي بغيتي ما عندي حتى شي مشكل ما يكون احترام للشخص اللي انت مينيموم ديال الاحترام ديجا في البرامج في المغرب ما كيتخلصوش لي زارتيست ملي كيجيو ما كيتخلصوش دونك ديجا غنجيو انا منخلص دونك اوكي سي با سي با غاف انا اللي بغيت ندوز معاك دونك مينيموم من حقي انا اللي نختار مع من ندوز اش من اذاعه اش من قناه اش من شخص من حقي انني ندوز معاه دونك كنظن هذه حاجه طبيعيه بالنسبه لبسمه وهبه اي واحد ليه الشرف انه يدوز معاها انا انسانه مثقفه جدا وانسانه ضليعه في شنو كتقول تي دام تري شيك اي تري بوزي برنامج واعر وكتخدم مع اذاعات قنوات واعرين اوكي خلصوا مزيان ديجا دونك هما داكشي عندهم دون انورم كتجي كتسني ان كونطرا يعني سولك على اللي بغيتي واش هذا صحيح كاينش دونك ملي كتجي من لبنان ولا كتجي من المغرب ولا هي ما عمرها صادفت شي حد من المغرب اصلا نور ما داش انا اصلا نور لا جو بونس با دونك كتجي لي كونديسيون فاش كتجي اي تو سا دونك سي المينيموم مي سي بيان لان حنا عندنا مشكله في المغرب ملي كتعيطوا لشي ضيف بعض البرامج كيجيو كيبداو يسولوك على شي حوايج ستوبيد مي ستوبيد
او لا il te caresse dans le sens du poil وانتي نجمه وانتي 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 وحكاكتي غادي ديك النهار وصدقتي واحد 1000 فرانك حكاكتي غاده وزيتي نسطرو الحليب ومديتي لواحد السيده دونك يبقاو ديما تيفوا ولا نوض المقدم وصل البرنامج يبوس لك راسك واللي يبدا يبكي معاك وعاد كيتفقوا من من من, من ورا الكواليس على اش من اش من سوجي غادي لنا البوز سيناريو كيتحبك وشي كذوب انا كنعرف فنانين كذبوا شي كذبات راه يزلك فيهم جمل كنقدر هي اواه وانا كنعرفك اوا شوا كومين خلي البساط احمادي والتاثر ديال المذيعين وتعسل العينين وداكشي والطمطميط سي دو سي دو كليشي تمشي غتجيب كاين بزاف الناس كيسولوني في الخاص كيقول لي علاش نتوما في غوسيب علاش ما تجيبوش الضيوف بون انا كنجاوب بكل صراحه ما كاينش الضيف اللي غنجيبوه بعدا كنظن نتوما فوز داكور افيك مو اللي غنسولو الأسئلة اللي إحنا بغينا نسولوه وغيتقبلها وغيجاوبها حيت اش كياخد لانفيتي كياخد داكشي بيرسونيل كتحب كنت جاي تمرمدو نو أنا جاي نسولك على شي حوايج اللي صوتو البرنامج ديال غوسيب برنامج ديال الصراحة اللي باغي يبقى زوين ويبقى داكشي ماشي بلاصتو هنايا نبقى عليك لا أنت معروفة كتلبسي واعر والبارح شريتي صاك والسيمانة اللي فاتت كان عندك صباط نو مي لي جون نو با بيزوان دو سا هادشي les artistes راه كيديروا في لي ريزو سوسيو شغلهم هذاك ميم لي غاتجي اوتون كانفيت البرنامج بالنسبه لي انا ما كنتش غندوي معاك في حوايج اللي مهمين او شي حوايج شخصيين او لطفولتك او دروس ديال الحياه اللي غيتعلموا منها الناس او شي حوايج ما كيعرفوهمش عليك الناس مي تو سكو تي مونتر دو لي ريزو سوسيو انتريس بيرسون راه صافي اللي بغى يشوفك راه غيشوف لي ريزو سوسيو دونك خاصني انا نسولك على شي حوايج اللي حتى حد ما كيعرفهم وتكون حتى كتجاوب بكل صراحه وباريحيه بلا ما ندير الكاميرا كاشي بلا ما نلبس عليك ماسك بلا ما نوضو نضاربو بلا حتى شي حاجه قلتو هكا يدو في الدخو عطيني نعطيك كاينه ولا لا اذا انت كونتر ما بور ما كونتر حتى بنتي لي بور ما كونتر ديالك ما او ضد الفنان ما بغيش يدوز في برنامج ولا يطلب باش يجي في برنامج وينكر ملي يجي قدام الكاميرا لا يطلبني نكر جو سوي كونتر نجي ونقولها لك نقول لك فلانه نقدر انا مثلا غتعيطي لي ايميتي ونقول لك شكرا على الاستضافه ديالك راه انا عيطت لك باش ندوز معك لان البرنامج ديالك كيعجبني ولا انت كشخص كتعجبيني وعندي شي حوايج بغيت نقولهم لك وفضلت نقولهم معك انت وما نقولش مع شي شخص اخر نقولها بكل راحه شي واحد ما قال لي نعم عمر مش واحد ما قال لي ما عمرش حد قالها لك ايوا كديري خايب مع الناس عمر ما سمعت الجمله انا مسكينه كديري خايب لا بالعكس انا نهار دزت معاك في البرنامج ديالك اللي كان عندك انا كنت فرحان اني ندوز معاك ماشي انا اللي عيطت لك ولكن كنت انا اللي عيطت عليك ولكن كنت نقدر نعيط لك كنت اول حلقات اللي كانوا عندي فولورز يعني كنت اصلا باقي ما عرفنيش شكون انا فوالا دابا عرفتيني مزيان دابا عرفتك مزيان ما عمرني نعيط لك ساره بيان سور ما يمكنش تكون بوغ هاد القضيه هادي وسي فغي كو جوبونس كو جمعتي كلشي قلتي كلشي يوسف درتي ملخص زوين شي داكشي في قلبك ولي في قلبي تاع سي فري كما كاينش تلقائيه قليل باش كتلقى الانيماتور تلقائي ديما كتلقى اكيد ونعم حتى الصوت كيتبدل الملامح كيتبدل لوغ كتشوف كتلقى واش هاد البنت هي ولا هاد الولد ولي كنعرف ولي قرا معايا مثلا ولي كان كنت انت طبيعي كتهضر بصوتك بعدا اولا بصوتك عرفتي شنو هي راه الصفه كتبدل على سي فري كماكيناش التلقائيه كاينين دي زافيتي تاهما الله يعطيهم الصحه مره يجوك مره ما يجوش هما معطلين ما بغيتش نبان هذا ما بغيتش هذا لابس قصير لابس طويل ما تدوش معايا في هذا الموضوع ما تدوش معايا في هذا الموضوع لا ما تديرش ليا هذا باردون سمح لي ما تدوش معايا في هذا الموضوع فين هي التلقائيه فيتي خالي ما شنو داير انت في حياتك اصلا باش تخاف لهاد الدرجه لا صبتي لي اسئله واعره صبتي لي اسئله قبل نشوفهم علاش كتعيط لك صاحبتها تقول لك انا معاك لاجون ديال هذيك الفنانه صاحبتها اللي كتكون هي زوينه قالت لي انا ما قرقباتهاش هذه 30 عام انا لاجون ديال هذيك الفنانه الله يخليك اللي كتكون شي صاحبتها ولا اختها ولا شي حاجه انا لاجون ديالها الله يخليك لا الله يخليك عقلتي مؤخرا كاين واحد الفنانه يلا كتقول بسم الله با وسميت فنانه كنت انا يا بغينا ندوي عليها هي كتعيش في لاترونجي اي تو بغينا نشعلوا الضوء على لي بروجي اللي كدير واحد سيت انترميديير بيناتنا عطاني سو نيميرو تليفون قلت لها انت سولها نتايا قول لها صيفط لك في الواتساب شنو لي بروجي قالت لي قول لي ادخل لمون كونت انستغرام وشوف شنو درت انت ما دايره والو اش غنشوف شوف هزا صفقات عشان طيب ما دايره انت والو اش غنشوف انستغرام اش علاش غندوي وديجا سي با بروفيسيونيل دخل قولي لي دخل انستغرام يشوف شنو درت اش درتي خاصك تصيفطي لنا انا شوف ال تا با ريسبكتي هاد السيده ما بغاتش لا ريسبكت با هي ما ريسبكتيش راسها هي ما عرفتش واش مساويه حيت راه راه لي ميديا اللي داروا حيت عارفه راسها خاويه وباقا ما دارت والو هاد السيده عارفه راسها خاويه عارفه الا غيان
انا جوست عندي فوتو انستغرام داكشي اللي قلت لي تدخل شوف التصاور تدخل شوف التصاور شغل شغل ما عرفتش شكون لا فيريتي ولكن ما لا ما كنعرف شكون حتى حد ما كيعرف اصلا حق ولا كلشي دونك لي جون كومونس مال تشوف حيت كاين الناس كيتخيلوا راسهم نجوم شوفي هادشي لونتوراج وسعداتهم لونتوراج ديالهم دوك الوالدين كتقول لهم غزاله ما شاء الله ناري عرفتي انا واعره واو سعداتهم انا واو ما كنسمعهاش لونتوراج ديالي اصلا نطلع في السقف ما كنسمعش شوف انا وحده ثاني واحد المغنيه فاشله مغنيه شي ثلاثه الاغنيات ما سمعهم حتى واحد خارجه كتشوف ان ريستورون ما فيش اصلا المغاربه تا المغاربة اللي فيه ما كيتفرجوش في المغاربة تا مالك نو غيشوفوني ما كيعرف حتى واحد كرة من تيب ضحك ديك بغيت نتسطى ما كيعرف حتى واحد ما حاشا لها حتى واحد نو غيشوف نو ما كيعرف حتى واحد واحد المرة كان ان جون تا هو كان كيدير ليمور دايوغ راه غبر كان كيدير داك ليمور ديال باسكو داخل الغيستورون انا ويا ان امي دار كابيشون على راسو كيدير زعما يعني انا سي برستو فين انا فيني انا الى ثلاثه نقاط عمريهم علق صافي صح يوسف خويا عصبناك ديما كديريها ليا وانت ضربه الكوتليت شوف جبيني السلوجي واش انت حمق انا الناس ديال البروتين غتخرج انا لي بروتين اللي تلقى مع الصحاب ولا خرج بكوتليت دابا سالي رمضان ونطلقوا ديك الساعه من البوكا ديوس مال البوكا ديوس زوين راه فيه الرز الداخل فيه الرز لا با فورسيمون حيت الرز ماشي مشكل البوكا ديوس شوف البوكا ديوس هو طنجة لا كاين واحد شنو غادي يوقع ان شاء الله توفيق يا ان شاء الله شكرا لكم ونتلاقاو الاسبوع القادم دائما برنامج غوسيب على الشدا ورمضان كريم